من الحماس والفرح بنستقبلكم لمتابعه اليوم برنامجنا. برنامجنا اليومي ببيروت بنطل عليكم بحلقه جديده بنمضي نحن وياكم فيها ساعتين ونص من الوقت، غنيه بالفقرات والمواضيع وحتى التقارير مثل ما عودناكم باول جزء، والجزء الثاني كمان بنطلق بمواضيعنا وفقراتنا اللي خصصنا لكم اياها لحلقتنا. بهاللقاء رح نتوافق انا ونيفين. مساء الخير نيفين. مساء النور ساشا، كيفك؟ الحمد لله. انت كيف؟ الحمد لله. كيف الطقس؟ احسن. حلو. اكيد انا بدي رحب بكل اللي عم يحضرونا عبر ال بي سي الفضائيه وروتانا خليجيه، ومثل العاده اليوم عندنا فقرات عديده ومتنوعه بتهم كل افراد العائله. خلونا نبلش ونرحب بضيفتينا اللي رح يرافقونا باول جزء بحلقتنا اختصاصيه التغذيه، جيسيكا ابو حرب. اهلا وسهلا فيك جيسيكا. هاي صبا، كيفك ساشا؟ كيفك انت؟ هاي جيسيكا، جود. وخبيره الاتيكات سلام سعد، اهلا وسهلا فيك سلام. يا هلا صبايا، اهلا وسهلا، منورين بوجودك. ثانك يو سلام. عن شو رح نحكي اليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن اتيكيت المراه بعد سن ال40. الامراه لما تنتقل من مراحل حياه من مرحله لمرحله، في بعض النقاط اللي بيركز عليها الاتيكيت، بدءا من المظهر، من الشعر، من المكياج، ومرورا بالتعامل مع الاخرين. الحلقة خاصة رح نواكب فيها الموضوع اللي اعتمدوا البرنامج لليوم. صحيح، من الشق النفسي، صحيح، الطبي، وحتى الشق الاتيكيت. نعم جيسيكا، اليوم رح نحكي عن الانوركسيا والبوليميا، يلي هن تو تايبس اوف ايتينج ديسوردرز. حنحكي اكيد عن الاسباب تبعهم والعوارض، وحنحكي كمان عن الاكلات اللي لازم نكون احنا عم نتبعها في حال كنا عم نواجه هيك نوع من المرض. نعم اكيد حنفوت بكل تفاصيل مواضيعكم خلال سياق حلقتنا. وهلا خلينا نتعرف على ابرز محتوى حلقتنا بهاللمحه السريعه. موضوعنا الرئيسي هو المرأة بسن ال40، بناخذ رأي الناس ورأي أهل الاختصاص بالطب النسائي وعلم النفس. بالجميل أحدث التقنيات لمحاربة السلوليت، موضوع أخصائية العلاج ضد السلوليت نادي عصاف. لكل بشرة ألوان بتليق فيها وأخرى بتسرق منها الإشراقة، هذا اللي رح تعرفنا عليه خبيرة المظهر جنين أسمر. السفيرة كارول سماحة تكافح الإرهاب مع الأسكوا، ومن الجمعية المستقبل رانيا الجزائري. وغيرها من المواضيع، اغلبيه مواضيعنا اليوم للسيدات، هيك بنقدر نشوف بفقراتنا. رح نبلش باخبارنا وتحديدا الى جده، رح نبلش بخبريتي، حيث شهدت شوارعها مرور 5 عربات التوك توك الهنديه الملونه، وقاموا بجولات متعدده على عدد من المواقع السياحيه بالمحافظه. ويقول زاهد الشريف مالك هالعربات لصحيفه السبق الالكترونيه السعوديه انه استورد 5 عربات توك توك من الصين بقيمه 25,000 ريال لكل وحده، مفيدا بانه استصدر تصاريح رسميه لها من اداره المرور بجده. ويضيف انه يواصل العمل لاكمال التصاريح والاجراءات الرسميه للقيام بجولات، مطالبا بتخصيص مواقف خاصه لعربات التوك توك خصوصا بالاماكن الحيويه مثل الكورنيش وشوارع جده الرئيسيه. ومن جانبه أوضح مدير إدارة مرور جدة أن القانون يتيح لجهاز المرور التصريح لأي سيارة سمحت إلى الجمارك بدخول المملكة وأعطتها البطاقة الجمركية، موضحا أن إدارة الجمارك لا يمكن أن تسمح بدخول أي سيارة غير مطابقة للمواصفات، ذكرتنا بشي عنا غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية. شو حلوين هالعربات التوك توك، بيبعثوا على البهجه لشعوريه عم تضحكي، بس تشوفين ملونين صفر اورنج، مع انه بباكستان والهند بلونوهم اكثر، بتحسي حاطين كل شيء في عندهم بالبيت زينه على السياره. جميلين، حلوين نستعملهم بلبنان، نطلع كلنا الموزعات ونوصل بكير مع بعض، نعمل حلقه بالتوك توك عندنا اذا نعمل حلقه بالتوك توك، بس مش بالعواصف. فينا نفوتها على الاستوديو معنا حتى. شكلها حلو، وهي اكثر وسيله نقل بيستخدموها ان كان بالصين، الهند وسريلانكا. حلوه. نعم جيسيكا، لوين رح تاخذينا بخبريتك؟ انا مش اخذتكم لمحل، رح باقيين هون بس شوي بعيد عن مجال التغذيه. أوكي. اليوم رح نحكي عن دراسه بمجال السيارات بتاكد انه من الافضل تشغيل الاي سي يلي هو تكييف الهواء بعد التحرك بالسياره، يعني مش دغري اول ما نطلع بالسياره بس ندور الموتور دغري ندور الاي سي، لازم من بعد ما نمشي ندوره. واوصى المختصون بعدم تشغيل تكييف الهواء خلال فتره تسخين المحرك، موضحين انه بس
بس تكون النوافذ مفتوحة مع بداية الانطلاق هيك منخلي إنه الهواء السخن يطلع لبرا، وساعتها الاي سي ببرد أسرع بشكل أسرع، وهون نحن نستفيد نوتد بدك بيني يكون عنده صبر على الشوب أو البرد ينطر، بس منيحة هالمعلومة إنه لازم ننطر، لازم نجرب نستفيد من خبريتك جيسيكا. سالة أنا بدي أخذكم لخبرية عن جد غريبة لشاب وقع بحادث سير وهو ناطر ليجوا فرق الاسعاف لاسعافه، ما حب يضيع وقت اول شيء وحب يرفه عن نفسه او اذا بدكم ينسى الواقع المرير اللي هو وقع فيه، فشغل الفيديو وصور نفسه هو بانتظار فرق الاسعاف ومن ثم كيف هن عم بيسعفوه ليهدوا على المستشفى. على فكره هالشاب اصابته ما كانت بسيطه، منا جرح بسيط، كان عنده كسر بايده اليمين وجروح مكسوره باجريه وبكاحله، وخد على عمليات استمرت ل 14 ساعه. يعني مش انه جرح لا بالاصبع، يعني الزلمه معطوب يعني هون بنشوف قد ايه السوشيال ميديا صار حاضر، يعني حتى بوقعتنا وبالكارثه اللي نحن فيها بنفكر كيف نفور فيديو وننزله تاع ناخذ، بس اكيد بده علاج نفسي اكيد خبايا من فتره، ودائما بضلوا النقاش شغال انه اذا كان صحافي بموقع الحدث وصار في شيء حدث كثير قدامه بيترك الكاميرا او بيصور، فهدي بيت انتقل انه اذا انت بموقع الحدث وتعرضت لحادث بتهتم بنفسك ولا بتصور؟ ما بعرف التكنولوجيا عم تغير لنا كثير من مفاهيمنا. بكل الاحوال 14 ساعة تحت الجراحة وفيديو عم بحقق انتشار كبير. نعم، يعني اصابته ما كانت سهلة مثل ما ذكرتي، 14 ساعة اخذت وقت، وكمان بده شي 14 ساعة 14 شهر 14 شهر ليطلع من هالحالة. أنا خبريتي عن السيلفي، والسيلفي اللي أخذت كثير ضجة السنة الماضية بالأوسكار 2014، ولكن يعني هالموضوع عند بعض الناس هو مصيبة، وهذا اللي صار مع شاب أمريكي، وهالشاب كان عم بيتصور هو صديقته على السكك الحديدية، وما أدى إنه صديقته تعرضت لحادث وتعرضت لأذى. يعني كيف نتأثر بالسلبي، وحتى ايضا يعني هون عم نشوف حتى رجال الشرطه بعد ما وصلوا لموقع الحادث، وبالاخص انه تغيرت وقت الرحلات أكيد. يعني حتى كل شيء تغير من وراء صوره السيلفي اللي بدهم يقلدوا فيها صوره الاوسكار من وراء هالحادثه. انه عن جد الاتيكيت، نحن كل عمرنا بالاتيكيت نقول ما تعملوا شغلتين مع بعض، وبشكل عام بحياتنا ما فينا نعمل اثنين مع بعض، يعني ما فيك تكوني عم تشتغلي وبنفس الوقت عم تصوري حالك سيلفي لا شعوريا، بس حياة الإنسان إلى ثمن، وحياة الإنسان بلحظة بتروح، يعني إذا الواحد بهاللحظة ما كان واعي وما فكر شوي. حلو السلفي بجماعات حلوة مع أشخاص منحبهم بخلفية إذا بدكم أمينة وسليمة ومريحة لإلنا، بس على سكة القطار يعني ما تتحول لحياتي بالنص خطر. صحيح. نعم، يعني هيدي كانت اخبارنا وجوله حول اخبار العالم. هلا رح ننتقل عن شيف وسام حتشيتي انا وياك جيسيكا لنشوف شو محضر لنا اليوم. هاي شيف. بونجور. كيفك؟ شو اخبارك؟ اشتقنا لك. نحن بالاكثر. تفضلي جيسيكا، خلينا نشوف اليوم الشيف شو محضر لنا. اليوم عندنا اول شيء ستارترز تشيكن كاري، حط لها اناناس. حقلكم اول شيء شو عندنا، تشيكن كاري، وعندنا من بعدها سلاد كمان بالدجاج حاضرة قدامكم كمان، وعندنا الغداء بلا برينسيبال كمان الدجاج مع كيش محشي مع ميلفوي وخضره مشويه. اوكي، يعني عندنا ثلاث بلايات اساس اليوم دجاج، وثلاثتهم دجاج. حلقه كلها عن الدجاج، حبلش حضر قدامكم شيء هلا. اكيد اكيد رح نشوف معك جيسيكا الدجاج خاصه بالموضوع اللي رح تحكي عنه. هلا ديفنتلي الدجاج معروف ون اوف ذا لين بروتينز، يعني اقل شيء فيه من اقل البروتينز اللي فيهم دسم، بس نحن اليوم شوي موضوعنا عن البوليميا والانوركسيا هو قد ايه فينا نزيد كالوريز، العكس شوي يعني. اوكي، وهون الدجاج حيكون شيف مشوي، يعني ما حيكون مشوي، بس اكيد نحن اذا بدنا نزيد وزن مهم نزيد وزن بطريقه صحيه، مش انه كيف ما كان. سو ديفنتلي انه الفلا ديفنتلي انه بحسه اكيد يعني بيساعد بس يعني لموضوع كل حق حنحكي. والبهارات يعني عم يستعمل شيف كاري، قلت لي شيف كاري شو بعد؟ البهارات كاري ملح وبهار، استعملت الفلافله الملونه اجمالا هو البلا كاري كثير مهم لانه فيه كثير انتي اوكسيدنتس اكيد يعني، وهلا خاصه لاليك هيدا نجي لانيك مرشحه شوي بيساعدك لانه فيه كثير انتي اوكسيدنتس بيساعد البناعه تبعنا. اول شيء حط الاناناس مع الخلطه اليوم انا حيساعدني الشيف. خلينا نشوف هلا اناناس، الاناناس شو؟
الاناناس اكيد اتس نوع فروت ديفينتلي، اكيد فيه شوجر بس بكوانتيتيز معينه. انا شفت الشيف هون حط 1 كب which is fine. واللي حيتوزعوا كمان على اربعة على كم بورشن؟ ثلاث مليات، ثلاث بورشن. اوكي لا هون بعدنا منيح يعني. فيك تقولي 1 كب اوف باينابل فيها تقريبا شي 100 كالوري. بس مضبوط الاناناس بيساعدنا نحرق الدهون بالاخص اذا اكلناه على الريق. ما في شيء هيك يعني سري هالقد انه اذا بس اكلتيه لحاله بخليك تحرقي، هي كومبينيشن اوف كل شيء من طريقه نظام اكلي هيك يعني ما في ليك استعمال جوز الهند كمان تعطينا كوكونات كمان باي ذا واي الباين ابل والكوكونات للناس اللي بيجربوا بدهم يجربوا يزيدوا وزنهم كثير كثير مهمين يعني هيدي بتتعلق بالموضوع اللي حنحكي عنه مضبوط لانه بخلونا نزيد كالوريز بطريقه صحيه يعني ما عم تخبصي شيء ما بتاكلي شيء مقالي او شيء من هذا النوع بالعكس عم تاكلي شيء هيلثي بس هذا الشيء رح يزيد كمان بيزيد كالوريز. خلينا نشوف الشيف مضبوط شو حط. خلينا نبدا من الاول. اول شيء ركبنا الصوص عملناه على لبنه مع مي تنوفر مايونيز نعم. تنوفر على صحتنا كنت يعني كالوريز. لا قبل الهواء هالمره ما رح تحط مايونيز. اول مره بفضل اعملها صحيه يعني بلا مايونيز. شو استبدلت باللبنه؟ حطيت اللبنه نعم لبنه لايت مع ملح وبهار نعم. هون تقريبا مشان نقول عملنا ريدكشن للكالوريز بشي 200 كالوريز هودي وفرنا على استبدلنا المايونيز بهديك الدجاج المقلي استبدلناه كمان بالدجاج المشوي التفاح والاشياء النية كمان بتساعد للدايت. حطينا تفاح؟ نعم حطيت تفاح كمان مقطع صغير. اوكي هيدا التفاح. تفاح نعم. وجزر؟ اوكي لا هيدي الفليف اللي قلت لك عنها قبل شوي. هلا حنسكبهم حنزينهم كمان وحدة وحدة. يلا سيدي حط بكل ملعقة عم نحضر هلا لأول طبق. نعم أول صحن. هذا الابيتايزر يعني شو؟ نعم كمان حنحط تفاح بس بطريقه مش مقطعه كثير للبرزنتيشن اكثر. هون هذا الميكس صار جاهز هون فينا زين. هذا بحس شوي انت بتحب السويت بالاكل؟ ايه بحب السويت. انا كمان يعني بحب السويت لانه فيه كثير ابلز وفاين. هون حبت اناناس كمان على جنب يعني حتى المكونات اللي عم نستعملهم للديزاين البلا. هذه اول وحده جاهزه حاعمل ثلاث وحدات يعني هين هين هالطبق هيني وصحية هيني وصحية كمان مثل ما قلت اللي بحبوا المايونيز كمان فيهم يستبدلوا مثل ما ذكرت اللبنة مع ال نعم. مع الملح وهيدا بتتاكل شايفة مسقعة ما هيك؟ ايه اكيد حتى الدجاج بنحطه بقلبها مسقعة وإذا حضرناها بكير بنحطها بالبراد نعم اوكي بأس. اكيد ما بتتسخن ابدا تضلوا الفروتس فريش كلهم اكيد تمنى من بعدها شايف شو حنحضر بعد الابتايزر من بعدها عندنا السلاد كمان اليوم صحيه السلاد حنستعمل اللبنه بالصوص تبعها نعم كمان محل المايونيز نعم اوكي وعندنا كمان فواكه بقلبها سويت كورن صغار دجاج مشوي في عنا هون فاصوليا حمراء نعم فاصوليا حمراء كمان كدني بينز كثير مهم الكدني بينز فيها كثير بروتين بتشبع كمان الدجاج مشوي بقلبها وقد ايه مهم السلطه كمان جيسيكا يعني فيها هالقد فيتامين كالسيوم دفنتلي اوكي لكن شيف رح نتركك تحضر للطبق الثاني واكيد كل شوي رح نطلع عليك وهلا رح ننتقل لعند ساشا والمزيد من الاخبار. محطة سنوية ببيروت وهو معرض الويدنج فوليز موجه لكل صبية وشاب اللي عم بتحضروا العرس وبيقدروا يلاقوا كل شيء. اليوم زميلتنا كارولين سركيس رح تعملنا جولة داخل المعرض، خلينا نشوف التفاصيل نحن وياكم بهالتقرير. الدليل المثالي لليوم الكبير يعود ويدنج فوليز في دورته السنوية المنتظرة ليقدم لنا أفضل خبراء صناعة الأعراس في معرض لبيان. الأفكار الجديدة والديكورات الخيالية حولت كل زاوية من زوايا المعرض إلى مشهدية خيالية تشد الأزواج فتجعل من الاختيار بين الخبراء عملية صعبة جداً. من أصغر التفاصيل حتى أكبرها بدءا بالمجوهرات والدعوات وأسماء كبيرة من منسقي الأعراس الشوكولا، الزينة، الورود، عروضات المطاعم والفنادق والموسيقيين ومعارض السيارات والكثير من المبدعين أصحاب الأفكار الملهمة اللامتناهية.
بحب اقول لكم انه المعرض كثير حلو وكثير ناجح وان شاء الله الخير لقدام. بالمبدا عم نجرب كلنا نعمل كومبيتيشن شريفه مثل ما بيقولوا لحتى العالم تقدر تميز وتشوف شو عم بيصير بعالم الكيترينج. مستعدين نجدد ومستعدين نضل هون، مستعدين كمان كل نستقبل كل الزبونات ونرضي كل الاذواق. نحن الهدف العرسان، يعني عروس عريس اليوم عم يخطبوا يتجوزوا بياخذوا محابس بياخذوا طقم، بكره بيجيبوا اولاد بصيروا زبوناتنا للمدى البعيد. سو هدفنا نربي الزبون من اول طريق اللي هن العرسان. عملنا تورنيدو ونزلنا هيك كريستال مثل الشتي من فوق وطاولات عم يبرموا حول التورنيدو. اتس ا فيري نايس كونسبت. ايه الاجواء جيده، فيري جود. ايه اجواء كثير منيحه والعالم كثير عم تتفاعل وعم يجوا يتصوروا هون و اتس فيري نايس. حبينا نرجع نشارك لانه المعرض في عندك اكسبوجر مهمه للاسم ولنفرجي شو جديدنا وعاملين باكجز اشياء جديده حلوه كثير. كثير حلو المعرض وخرج حضر. بيحتار الواحد شو بده ينقي هون ولا هون، يعني بجنن. عن جد عاملين فيري جود جوب، يعني خسران يلي ما يجي يتفرج. ويدينغ فوليز معرض يقدم كل ما يحتاجه الأزواج المستقبليين ويحول الحلم إلى حقيقة. يعني كثير حلوين هالمعارض، بسهلوا على العروس والعريس يختاروا أسرع، خصوصا لأنه ما في كثير وقت وكثير حلو بنشوف شو دارج يعني. صحيح. وكل سنة بتتغير، صح، كل سنة جديدة بتشوفيه مباشرة قدامك، يعني مش انه على الصور هيك بناخذ فكرة. صحيح. جيسيكا رح نتركك ترتاحي واكيد بدك تحضري لفقرتك، رح نفوت بخلال سياحة حلقتنا بموضوعك. سلام اكيد باقية معنا. صحيح. ومشاهدي روتانا خليجية باقيين معنا، وبعد الفاصل رح يكون عندنا فقرة مخصصة عن المرأة فوق سن الـ40، فكونوا كتار بعد هالفاصل. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار، بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. روتانا تقدم حفلات فبراير الكويت 2015. يلا فبراير فبراير قلنا له سلام. في 26 من مارس الفنان رابح صقر. وتصدق اني نسيت من شوقي اني نسيت. الفنانة نجوى كرم. عالصخرة بنيت لك بيتك، عالرمل بنيت لي بيت. والفنان ابراهيم الحكمي. من عرفته وهو لحاله ماشي في السكه وحيد. والفنان اسماعيل مبارك. شون قلبي كبير عاشق كثير ماله. في 27 من مارس الفنان ماجد المهندس. امشي خلص قلبي خلص، غالي كنت حبك رخص، خلص خلص. الفنانة إليسا. كل غالي هون يا حبيبي فداك، ويهمني ايه غير اني معاك. والفنان
الحن مطرف المطرف لبيه يا فؤادي والفنان أيمن الأعتر شفتك تفاجأت وشرك كل شيء توقعت لأن على مسرح صالة التزلج الكويت أبو وديع كتير اشتقنا انت فاكر اني هضيع مش هعيش ولا يوم من ضاع أجمل ما غنى السلطان صرت كل الناس علشان قريبا في الأسواق أسبوع جديد من المنافسة بيبدأ هلأ بتوب 14 نتعرف على أجمل 40 أغنية عربية عم بيتنافسوا على المركز الأول نفتتح التشارت هالأسبوع مع أغنية المركز الأربعين الأغنية اللي احتلت المركز السابع لهالأسبوع أما بالمركز الأول لهالأسبوع ما تنسوا تتابعونا بنرجع نتذكر سواء أجمل الأغاني اللي عم تتنافس على التوب 1 انطرونا توب 40 3 الساعة 7 المساء على الـ LBC يا ليلى عيش اتجوزي بس أنا مرتاحة كده مش عايزة ده بيصورني دي الصورة الوحيدة اللي عندي مش معقولة دي شبهي جدا بلاش بابا افتح يا محترم يا بلاش حاجة قلت بابا أنا أصلا ما كنتش موافق ولا مرتاح للولد ده بس بعد كده أتمنه على بنتي أنت اللي بتغيري يا كفوتة بغير من دي أنا لسه ليلى ما هي تبقى مراتي رسمي لا بابا فرح ليلى يومياً الساعة 9 المساء على الـ LBC مصممين عروض أزياء مودلز وإكسكلوسيف باس لكواليس الفاشن ويك كل هالمواضيع بتوصل لعندكم يومياً بكاتوك آخر وأهم التصاميم من عواصم الموضة بنقدم لكم إياها وأكيد مباشرة من الرانوي كاتوك مشوار يوم العالم الأزياء الجلامر والفاشن So get ready for the ride كاتوك يومياً الساعة 6 المساء على LBC تابعين برنامجنا ببيروت وبنبدأ بموضوعنا الرئيسي لليوم المرأة وسن الأربعين والتغيرات ممكن تحصل إن كانت الجسدية وحتى النفسية مثل ما ذكرنا مع أهل الاختصاص وبنرحب بالأخصائي بعلم النفس دكتور نبيل خوري أهلا وسهلا فيك دكتور خوري أهلا فيكي أهلا وسهلا وخبيرة الاتيكات سلام سعد نرجع منحييك عن جديد والأخصائية بالجراحة النسائية والتوليد دكتور نادين أسيس أهلا وسهلا فيك دكتور ميرسي أهلا أهلا وسهلا دكتور خوري بين نساء يعني أنا مرتاح كثير بداية إذا بقى نحكي شوية التغيرات النفسية عند المرأة بس تصير بعمر الأربعين أو بالسن الأربعين مرحلة انتقالية بالفعل مثل ما يقال صحيح لأنه أول شيء هلأ نحكي عن الشق البايوكيماوي مع الدكتورة أسيس ولكن هي مشكلة ببلش في نقص بالعتاد الهرموني بعض الشيء بخلي المرأة تستشعر متغيرات بجسدها وخلل على مستوى أدائها ككل حتى العصبي والنفسي خوف من العمر موجود عند كل الناس وصول لعمر 50 سنة اللي هو سن الأمل عند البعض سن اليأس عند البعض الآخر الفكرة القائلة أنه أصبح الإنجاب متعذرا أو غير منصوح به في عدة أعراف
والشعور بانه يمكن تكون فقدت كثير من الاتراكشن تبعها، يعني ما يسمى الجاذبيه، الجاذبيه التي تؤدي الى اعجاب زوجها بها او اعجاب الرجال بها عموما ان كانت لا تزال عازبه. كل هالامور تتمحور حول شخصيتها، تضعف ثقتها بنفسها وتقديرها لذاتها، يعني السلف استيم والسلف كونفيدنس، وبتستشعر حاله معينه من الركود بعض الشيء على مستوى ادائها الاجتماعي. لذلك نشهدهن اكثر شيء يكافحنا لممارسه نشاط اجتماعي واسع مكثف، بيهتموا اكثر شيء بشكلهم الخارجي، بيصرفوا مبالغ طائله على الكريمات، على صبغه الشعر، على تغيير اللون بشكل يضفي مسحة، خروج على الروتين يعوض عن بعض النواقص التي تستشعر بها بالشق النفسي، بتصير حتى تضعف حالة، تجيب عبر دايتشن طبعا، تلبس ثياب ما كانت تلبسهم من 20 سنة أو من غمطة، ما يسمى بزورا وبهتانا بجهلة الأربعين، ولكن هي مش جهلة، هي محاولة لمواكبة العمر وتحديث ماهية كفاءة وجدوى وجود المرأة في مجتمعها الضيق والمجتمع الأوسع، انطلاقا من قاعدة تواصلية أن الإنسان إذا ما وقف تواصله بالأربعين وبعد بيعيش 50 سنة أو 40 سنة أو 30 سنة، يعني أنهى حياته بلا جدوى. صحيح. دكتور نادين، يعني الوصول لسن الأربعين هل هي نقلة نوعية طبيا عند المرأة؟ يعني هي وقتها توصل المرأة لعمر 40 مش كبسة زر يعني أنه تغير كل جسمها. إذا بدك يعني ابتداء من عمر 40 أكثر، ابتداء من 45 تنقول، بصير في تغيرات بالهرمونات بجسمها، بصير في خلل نوعا ما من الهرمونات، بصير في يعني خلل يعني بيطلعوا بينزلوا، يعني بصير يعني الاستروجين اللي هي الهرمون الرئيسي بجسم المرأة بلش تنقص شوي، الاف اس اتش كمان هي نوع من الهرمونات كمان بصير تعلى بتخربط، هذا الشيء بسبب كذا خلل بجسمها، مثلا بتصير مرات العاده الشهريه اقوى، بصير في وجع اكثر، العوارض التي تسبق العاده الشهريه بتصير اقسى، وجع راس، وجع بطن، تغير بالمزاج، متقطعه كمان، متقطعه، بتصير متقطعه اطول اقصر، ما بتعود تعرف حالها، كل هيدا يعني بسبب لها اذا بدك مرات صعوبه بالتاقلم او ازعاج مع بالتغير اللي عم بيصير معها. هيدي من ناحيه طبيه. طب سلام، مثل ما ذكر دكتور خوري، يعني هالتغيرات اللي ممكن تصير من بالشكل الخارجي من ناحيه اللبس، اهتمامها بمظهرها، مش يعني عم تعيش عمر الصبا، بس خلص بتصير يمكن بهالمرحله عم تهتم بحالها اكثر، اللي لفت المفروض تهتم بحالها، بكل مراحل عمرها المفروض تهتم بحالها، ولكن الاتيكيت بيقول انه نحن حتما رح نكبر بالعمر، واللي بيقدر يستوعب انه هو رح يكبر بالعمر هو اللي بيعرف ينضج مع العمر. المطلوب النضوج خاصة في السيدات لما يوصل لمراحل عمرية، يعني صحيح لازم تهتمي بحالك ولازم تعرف بنفس الوقت انه في مواضيع خلص صارت مش لعمرها، صارت للي اصغر بالعمر، فبالتالي هو المطلوب نكون ناضجين لائقات جدا بمظهرنا، يعني مش مقبول نشوف صبي ست بال40 لابسه مثل صبيه بال20، ما حتقدر تكون صبيه 20 والمظهر اللي عم تعطيه للاخر منه مظهر ثقه ولا تقبل للواقع اللي هي فيه ولا تحضرا للمواقع او للمراحل الثانيه اللي حتمرق فيها، فبالتالي نكون ناضجين، عارفين نحن وين، شو اللي مطلوب لشكلنا بشكل عام ونمشي ضمن هالخطوط، بنبين اصغر اذا بدك، لانه الست بال40 لما تتصاب وتلبس ملابس صبيه بال20 ما حتكون عاطيه عمرها، رح تكون عاطيه شيء هجين مش مقبول، ولكن لما تلبس لعمرها بما يناسب مظهرها بشكل عام من شعر ومكياج رح تبين ناضجه ومتقبله لوقعها. صحيح. دكتور خوري، طب قد ايه معقول بهالمرحله العلاقه بين الثنائي تتاثر؟ هلا العلاقة بين الثنائي طبعا محكومة بمجموعة قواعد، منها الانسجام الفكري والمعنوي والثقافي، منها الانسجام بالأذواق، وجود معادلة تقوم على مبدأ يعني ذوقك وذوقي والالتقاء بالقواسم المشتركة بالحد الأدنى أو بالحد الأقصى. صحيح أنه هذا الشيء يحتاج إلى مزيد من التأقلم، القدرات التأقلمية عند الإنسان لا تعطى هيك جزافا، بده يشتغل عليها، بده يطورها، بده يطور مكنونات نفسه بشكل أنه الشريك يجب أن يكون كمان هو متقدم في السن وقطع مرحلة معينة عمرية، أصبح من الواجب عليه أن يتقبل نفسه ويساعد الشريك أن تتقبله. من هون المنطق يقول لأنه إذا
عرف سبب الشرخ بين الاثنين، او اتى امر ما سبب شرخا ما، ساعتها يجب ان يعمل على ازاله هذا الشرخ بدلا من ان نفعله، لان تفعيله يشعر الزوجي بانها اصبحت منبوذه او مرفوضه او غير مرغوب فيها، غير مرغوب فيها رغم كل محاولاتها للتقرب من زوجها. التفهم والتفاهم هو لب الموضوع. انعكاسات السلبيه تتمحور حول الرجل اللي بيصير يطلع ببنات اصغر، جدوى العلاقات بين التفاعل بينه وبين مرته بصير مشكوك فيه، ما بيعود يملو وزن، يعني يعتبر انه مارس دوره مثل ما لازم، واولاده كبروا ما عادوا بحاجه لعنايه ولعاطفه قد ما يكونوا اطفال، وبمرور الزمن هل هو تتوسع، ما يؤدي يمكن الى الطلاق او الى الزواج الثاني او الانفصال. بما انه عم نحكي عن هالموضوع، هناك كمان امثله لمشاهير او سيلبرتيز سيدات بعمر الأربعين ما زالوا بهالصوره الجميله منتجين، خلينا نشوف مين هن بهالتقرير ونتابع حديثنا. سن الياس، بمجرد سماع تلك التسميه يخيل اليك ان المراه ما بعد الأربعين تصبح حياتها معدومه، تفقد جمالها، تفقد ذكائها، وتفقد حظها في الأمومة، وما عليها سوى أن تقضي بقية عمرها في اليأس والعزلة. بينما نرى الرجل مفعم بالحياة ويتصرف وكأنه كائن خالد وخال من أي شائبة، ولكن دعونا نمعن النظر ونثبت أن تلك النظرية خاطئة، ومن أفضل من نجماتنا لتثبتنا لنا العكس. كاثرين زيتا جونز مثلاً، البالغة من العمر 46 عاماً، ما زالت واحدة من النجمات الأكثر جمالاً في هوليوود، وأكثرهن اعتماداً على الجمال الطبيعي. أما عارضة الأزياء نعومي كامبل، فهي العارضة الأكثر شهرة على الإطلاق، رغم تخطيها 45 من العمر. جينيفر لوبيز ملكة الإثارة من دون منازع، فبالرغم من عمرها الذي تجاوز 46 لا تزال جيلو مشرقة ومضيئة، فباستطاعتها جذب أي رجل وجعله ينحني أمام جمال جلالتها. وفي العالم العربي كما عالميا، فنجماتنا الأكثر شعبية هن من تخطينا 40، فإليكم على سبيل المثال هيفا وهبة، وهي واحدة من بين 100 فتاة الأكثر جمالاً في العالم، وقد حصلت على هذا اللقب بعد تخطيها 40 من العمر. اضحك ارقص انبسط واحب الناس يا مرايتي، من كم سنة لليوم قديش اتغيرت. أظهرت إليسا في أغنيتها يا مرايتي ضعف المرأة عندما تطعن في السن، ولكن هذا لا ينطبق أبداً على نجمتنا ابنة 41 عاماً، فهي جميلة، ناجحة وقوية، لا بل وأكثر، ما في شي بهزة. حب كل حياتي لقيته وقلبي خلاص اختار، وأخيراً فرحة عمري بعيش أنا ليل ونهار. أما النجمة المتعددة المواهب فلم تحقق نجاحها إلا بعد أن أصبحت ناضجة فنياً وعمرياً، وها هي كارول سميحة المتألقة دائماً عن عمر 42، وجدت فارس الأحلام وتزوجت العام الماضي، وكما نقول بالإنجليزية It's never too late. ولا مرة واحدة حسيت في وحدة، لست لي قلبي جرح وماضي، وباختصار أنا لا يمكن أرضى غيرك حبيبي ده اللي بموت فيه. وأنت يا عزيزتي، إن تخطيت 40 وما زلت عزباء، فاعلمي أنك الآن أكثر نضجاً لكي تختاري الشريك الصحيح، وأنك على أتم الجهوزية لاستقبال الأمومة، وجاهزة لتفتني العالم بجمالك الداخلي كما الخارجي، فقد حان الوقت لتحكم العالم بذكائك.
بتشكر زميلتنا كارين داغر على اعداد هذا التقرير. وهون دكتور خوري فينا نشوف هالمشاهير كمان بيتعرضوا لكثير نكسات بحياتهم ومشاكل، منها طلاق، انفصال، ممكن زواج متاخر مثل ما شفنا ببعض لبعض الفنانات. هذا كله قد يؤثر كمان على المراه، وهل فارق السن كمان مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء يؤثر؟ المشاهير في ظل التنافسية الأنثوية العالية الوتيرة، ما يسمى بالغيرة، مضطرات يهتموا بحالتهم الشكل الخارجي، لأنه نجاحهم مرتبط به، وبالتالي الإكسار من الميك أب، الإكسار من هيك الأعراض على مستوى الألبسة المنتقات بدقة وعناية، والكوتوريه الكبار، الديزاينرز الكبار مثل ما شفنا مؤخرا على الريد كاربت بلوس انجلوس وقت الاوسكارات، كلهم فوق ال40، كلهم فوق ال45. يعني نتذكر انه كيم بيزنجر جابت وليد ب43، اربع جوليا روبرتس بال41، الى ما هناك اذا بدنا نسمي في ليحه طويله عريضه، ولكن هذا مرتبط بنجاحهم. للجواب عن سؤالك، المشاهير ما بعتبرهم انا مقياس، يعني منهم كريتيريا للاخرين، لانه الاضواء بتحتم عليهم انه يكون عندهم تنازل بامر معين، ولكن قدره عطاء الانسان العادي 40 سنه ممكن يكون افضل بكثير من المشاهير، اذا تكيف مع الوضع اللي هو قائم فيه، اهتم بصحته، اهتم بهندامه، واهتم بشكله الخارجي بشكل ممكن يغطي على المشاهير. دكتور، اذا ما نحكي عن فارق العمر، يعني الاضبط انه يكون في فرق بين المراه وزوجها اكثر من 10 او 12 سنه، لانه بمرحله ال40 ما بيكون في كثير فرق، فما بيضطر يطلع لبرا او كل اللي حكينا عنه بالبدايه. صحيح صحيح، لانه تستيقظ هوامات الرجل، الفانتازم او سكشوال فانتسيز، تعبير هوامات شغلي انا ترجمه، حقوق الطبع محفوظه، تستيقظ هواماته على البنات الصغار بمجرد انه يعني يلحظ تغيرات في شكل مرته. الفرق 12 سنة كتير، أنا أنصح دائما حسب التجربة الفرق يكون من 7 سنين للعشر سنين، تحت 7 سنين 5-6 مقبول، 4-3 مش مستحب، سنة وسنتين أو عمر متوازي خطأ، وفوق 9 سنين 10 سنين الوضع الصحي عند الرجل قد يتأزم، بال50 اذا كانت المراه، بال40 الى السكري ومشاكل الضغط والشرايين وغيره، وبالتالي من المستحسن ان يكون الفرق شاسعا. نعم دكتور اسيس، نحكي شوي عن المشاكل الطبيه ممكن تواجهها السيده بعمر ال40، منها سرطان عنق الرحم، منها الحمل، كمان بسن ال40 بيصير صعب، بتخف نسبه الخصوبه. مزبوط، رح نبتدي بقصه الحمل. اكيد الخصوبه بتخف ابتداء من عمر ال40 وبتتخف كثير ابتداء من عمر ال45، بس هذا ما بيعني انه المرأة بعمر ال40 ما فيها تنجب، دونك هيدا الشيء بدنا نكون متفقين عليه، فيها تحبل، في يكون حبل طبيعي، وفيها يعني تجيب اولاد بدون اي مشاكل. طبعا المخاطر اكبر بعد عمر ال40، منها خطر التشوهات، يعني خاصه داون سيندروم تريزومي 21 بتزيد شوي بعد عمر ال40، يعني بصير نسبتها تقريبا 1 على 80، هي يعني منها نسبه كبيره، بس بالنسبه للنساء الاصغر سنا اكيد يعني النسبه اكبر. وكمان بدنا نحكي انه خطر الاجهاض بعد عمر ال40 كمان بيكتر، كمان بيكبر، وخطر يعني في بعض المشاكل خلال الحمل كمان بتزيد، منها السكري، منها الضغط، يعني اكيد بتكون المراقبه دقيقه بعد عمر ال40، بس اكيد بنحب نقول لهم انه بعد عمر ال40 فيهم يحبلوا ويجيبوا اولاد بلا اي مشاكل باشراف طبي دقيق. صحيح. طبعاً. يعني دكتور مفهوم خاطئ اكيد انه المراه ما فيها تكون حامل بسن ال40 او بعد ال40. مزبوط، هذا مفهوم خاطئ اكيد. مثل ما قلت لك نسبه الخصوبه بتخف بعد عمر ال40، بس فيها تجيب اولاد، في كثير نساء صار عندهم حمل طبيعي بدون اي مساعده طبيه على عمر ال40، مساعده من زوجها بس بيتفهمها. اكيد رح نتابع حديثنا، ولكن رح نشوف راي الناس وشو كان ردات فعل الشارع ونرجع منتابع. مره بعد ال40 ما بتختلف عن قبل، يعني بصير كأنه عمره 10 سنين 7 سنين بقدرية، بس بعد ال40 يعني توصل 50ات كأنه مثل الطفل، بتصير بتكون طبعا أوعى وتفتح على الدنيا أكثر وصار عندها خبرة بالحياة.
حلو واحد انه يعيش كل مرحله بحياته، بالنهايه كلنا بدنا نكبر وكلنا بدنا نختير. بعد 40 تكون ختياره، جهد تكون يعني. المرأة نص المجتمع، ما قلت عنس؟ It's scary. أنا عمري 50 على فكرة يعني، فأحلى عمر بعتقد إنه هو بعد 40 I think. كل شيء خلص تكون خلص ختياري. بعد 40 المرأة يعني الجمال منه كل شيء، هي الروح الحلوة والعقل والتفكير. كل البنات بتخاف. نص العمر راح أو ثلاثة أرباع العمر كمان راح. لأنه أنا ما بتجوز فوق 40، يعني 20 25 30 35 محمولة، 40 لا. مع مصاري بياخذها لو كان عمرها قد. مثل ما بيقولوا عمر الأربعين زهر لبستين. يعني شفنا آراء الناس مختلفة، في سيدات تعترف بعمرها، في سيدات لا. نشوف كمان الرجال شو علقوا بها الفوكس بوب. سلام، كانت دكتور أسيس عم تحكي كمان عن الحمل بهيدا العمر، كمان نظرة الناس بتكون صعبة بالنسبة للسيدة بس يتم الحمل عندها بعمر وبسن الأربعين. هون التعاطي مع السيدة اللي تم الحمل. بتعرفي نحن عندنا حشرية بشكل عام، كل البشر عندهم حشرية، ولكن بمناطقنا شوي بتكون زايدة دوز الحشرية عندنا. بنشوف ست ما عندها أولاد، ليش ما عندك أولاد؟ بنشوف ست حامل بعمر متأخر، شو صاير عليك؟ ما بتعرف المخاطر. لازم نحترم رغبات الآخرين وخياراتهم، حتى لو كنا مثلا ضد الحمل المبكر، في كتير صبايا صغار بيحبلوا، حتى لو كنا ضده ما قلنا الحق نواجه الآخر مباشرة لما تكون هي حامل. فأي ست تخطط الأربعين وهي حامل ممنوع حدا يوجه لها انتقادات، ما من حقه. أو نسألها كيف تم الحمل بشكل اصطناعي ولا طبيعي. شو هيكلك؟ إيه؟ وشو صاير عليك وما بتعرفي؟ وأكثر من هيك نخبرها المخاطر الصحية اللي ممكن تصير، معارفي ممكن يطلع ابنك مشوه. أنا بعتقد كل الستات فوق الأربعين بيعرفوا المخاطر، فما في لزوم نوجه ملاحظات سيئه للاخر ونخبر بامور ما قلنا الحق نخبرها. بالاتيكيت بنقول بنوجه ملاحظه اذا سالنا عنها، بنجاوب على السؤال وما بنعطي نقد عامل على بطال الا اذا كنا بنشتغل بالنقد الاجتماعي او الفني او اتسترا، بس ما قلنا الحق نشوف وحده الا شو صاير عليكي نتدخل، ويا حرام عليكي وبكره بيطلع ابنك مشوه وفلان كان عندها بيبي واجا ابنها مشوه واتسترا. هيدي موجوده كثير بمجتمعاتنا، يفضل حتى نكون لائقين دائما. صحيح. دكتور أسيس، اذا بدنا نفسر لكل السيدات اللي عم بيتابعونا عن المينوبوز شو هي تحديدا، وايضا اذا في مراحل معينه او طريقه معينه بنخلينا ناخر المينوبوز. المينوبوز هي وقتها يعني الهرمونات بيوقفوا يعني بيخفوا كثير، خاصه مثل ما قلت قبل شوي الاستراديول او الاستروجين اللي هي الهرمون الرئيسيه للمراه. شو عوارضها؟ انقطاع العادة الشهرية، ونحن بنحكي عن مينوبوز من بعد سنة انقطاع العادة الشهرية، وبنحب نقول انه بهالسنة الانقطاع فيها مرات بيصير في حمل لانه ما بتكون وقفت وظيفة المبيضات كليا بخلال هاي السنة، مشان هيك نحن بننطر سنة تنقول انه صارت المينوبوز او يعني انقطاع العادة الشهرية كليا. شو بتصير تحس؟ بتصير تحس عبقات، بتصير تحس يمكن بتصير بلش زيادة وزن، العادة الشهرية بتصير تتأخر كثير مرات، او بصير مرات حالات نزيف، بصير في قلق كمان، قلق اكتئاب، قلق في منهم اكتئاب، يعني تغير بالمزاج، تقلبات بالمزاج، وهن، تعب جسدي، تعب جسدي، كل العوارض. مع العلاجات انت دكتور أسيس لإعادة الدورة الشهرية وانتظامها ولا لا؟ يعني شو الاكثر شيء متاثر فيه نحن بعد المينوبوز؟ هي اكثر شيء العبقات، العوارض، هو العوارض، وكمان بدنا ننتبه للعظم لانه الهرمون النسائيه بتساعد العظم انه يضل قاسي، بصير فيها هشاشه عظم، بصير فيها هشاشه عظم، يعني بننتبه اكثر شيء على هولي الجهتين. كرمال العظم نحن اكيد بنعطي علاجات، فيتامين دي، كالسيوم، ننصح بالرياضه، انتباه على الوزن، وببعض الاوقات علاج. هلا الهرمونات امتين بنعطي الهرمونات؟ أكثر هلا طبيا منصح بالهرمونات فقط لمدة 5 سنوات، وفقط إذا العبقات كثير قاسيين، يعني ما
يعني مش محبذ كثير طبيا انه نعطي هرمونات لكل النساء. ممكن يسببوا يعني سرطان؟ مش ممكن، في زياده بسيطه بنسبه السرطان. في بعض الدراسات بتقول انه يمكن في زياده شوي بخلل بشرايين المراه. اكيد مش غلط نعطي هرمونات، بس ننتبه انه تكون في مراقبه طبيه شديده والمده تكون قصيره لحتى انقطاع العبقات. طبعا نحن من مرات نوصل للعشر سنين، بس اكيد مراقبه صوره للثدي كل سنه، صوره صوتيه للرحم، فحص لعن الرحم كل سنه، فحص للمبيضات، اكيد في مراقبه دوريه. بس هرمونات مثل ما قلت لك، علاج بالهرمونات منه غلط، هيدا الشيء بيساعد المراه نفسيا وجسديا. نعم. دكتور خوري، بنشوف كمان بهالعمر بالسن الأربعين، حتى لو كانت السيدة محاطة بأصدقاء واجتماعيا ناشطة، بس هي داخليا بتحس حالها وحيدة لحالها، ممكن تمر بمراحل كتير صعبة، وفاة يمكن لأم لأب بهالمرحلة تحديدا. تأثير النفسي شو ممكن يكون؟ لا، الاستعداد لما يمكن أن يطرأ جهوزية مش موجودة عند كل الناس. في ناس بيعتبروا انه اهلهم بدهم يخلدوا، بدهم يعيشوا اعمار طويله ويبنون على هذا الاساس. كل طارئ حادث اليم يطرا على حياه الانسان يطبعه بطبعه. طبعا الناتج عن درجات الاحساس والطاقات والقدره على التاقلم والقدره على التفاعل مع الحدث الاليم، يعني dealing with the sad event، الخساره. ولكن معظم الأحيان عم نشهد نحن بعياداتنا حالات اكتئاب أو إحباط مرتبطة بعوامل هرمونية بالمرتبة الأولى، مرتبطة بحالة البريمينوبوز ما قبل المينوبوز، مرتبطة بالخوف ما أنه أنا يمكن أصبح اليوم في مرحلة متقدمة في السن وبالتالي عرضة للأمراض أكثر، وصير لحالي كمان أولاد كبروا وتزوجوا، أولادي كبروا فلوا ظهروا راحوا سافروا تجوزوا كبروا، زوجي أصبح بوضع صحي دقيق، أهلي خسرتهم. الشعور بالوحدة قد يؤذي، يؤذي كثيرا بالأخص للأشخاص المعودين على التفاعل مع عائلة يكونوا موسع. محطين يعني. لذلك يستحسن بأن يصار إلى تشخيص الحالة التي تمر بها المرأة وعدم إهمالها، وصولا إلى حد طرح علاجات تؤمن لها إمكانية مواكبة المراحل الصعبة اللي بدها تزيد مرور الزمن. هذا الشيء الوحيد اللي بنكفله، المراحل الصعبة وحوادث الوفاة ستزيد بمرور الزمن، مش رح تخف، وبالتالي يجب أن يكون هناك حصانة بهالموضوع. نعم. دكتور، ذكرت ببداية حديثنا أنه المرأة كثير بتركز على الشكل الخارجي، صحيح، وبالتالي لا شعوريا يمكن بتنسى الأمور العميقة، وهذا الشيء يمكن بسبب نفور عند الرجل، وهون يمكن ما في يوقف حدا بطريقة معينة، لأنه هي لا شعوريا صارت عم تركز على مظهرها الخارجي، وبالتالي عند المرأة اللي بتكون فقدت زوجها أو منا متزوجة، فهون بتصير بدها يمكن تبرز حالها أكثر للمجتمع. مين أكثر بيتأثر، المرأة المتزوجة اللي عم تجرب ترجع تجذب زوجها لإلها، أو المرأة اللي بتكون أرملة أو منا متزوجة بعد؟ لا، لا شك أنه المترملة تتأثر أكثر بكثير، لأنها بتعتبر أنه ما يسمى بحياة الثنائي الكابل لايف، يعني اللايف أوف الكابل انتهت، وبالتالي أصبحت وحدة، وفي خوف طبعا لأنه الأولاد بيكونوا كبروا أو ما عادوا بحاجة لأهلهم لو كانوا منهم كبار كتير، تستشعر حالة من القلق. القلق حيال المستقبل. ولكن المرأة المتزوجة واللي زوجها بعده بكامل حيويته ونشاطه موجود بالقرب منها، يجب أن تبذل قصارى جهدها حتى ترجع تستميل صوبة، خوفا من خسارته إلى أنثى أخرى أو خوفا من ملله منها، لانه في كابلز عم يجونا ميلل من زوجته ما عنده صديقه اخرى، ميلل من الحياه ككل الزوجيه بكل ما فيها من مرامي، ما يسمى بالملل الزوجي الذي يمكن ان يطرا في الشهر الثاني من الزواج. صحيح، مش بالضروره يعني ما له عمر يعني فترة بس بهذيك المرحله بحس انه يمكن ضحى كثير وعمل كثير وعطى كثير، وكل حاله تقاس على مراميها وعلى مداميكها. نعم. وبالتالي من خلالها يتم اعطاء النصيحة التي تساعد، اللهم إذا في ثقافة عند الاثنين، لأن عدو الإنسان الأول يبقى الجهل. سلام، بالختام، مرحلة يعني بالعشرين غير مرحلة الثلاثين عند السيدة، غير الأربعين من ناحية المظهر وتعطيها مع الآخرين، شو نصيحتك بالإتيكات هون قبل ما نختم؟ أنا بدي أقول حلو الواحد يعيش كل مراحل عمره مرحلة مرحلة،
ما يسرق الوقت وما يرجع بالوقت. أنا اللي بدي أقول مهم عند المرأة أنه تكون عندها ثقة بنفسها وعندها قبول لواقعها. كل ما كانت ثقتها بنفسها كبيرة كل ما عكس هالشي خارجيا. جيد يكون أنيقات ولائقات، ولكن ما بيكفي بس الأناقة واللباقة، في شيء أهم من هيك هو القناعة باللي نحن فيه والأمل بالمستقبل. من دون أمل ما حيكون في عنا شيء. نركز على مستقبلنا والسنوات القادمة كيف بدنا نشغل حالنا فيهن وكيف بدنا نتعايش معهن، وما في عمر صعب. يلي بالأربعين رح يحس قديش كان خايف من 30 وقديش مرقت الفترة جيدة. الأغلب بيقول يا ريت عندي فكر الأربعين وجسد العشرين، ولكن مش صعب نقدر نحققها. خلينا نتمتع بروح الشباب وما بيصير في عنا شيء صعب أبدا. أكيد. يعني ست سلام، أنت حضورك دايما بضيف علينا هيك أناقة وحيوية، بنحب كثير دايما تكوني موجودة معنا. إن شاء الله بنرجع بنشوفك عن قريب. دكتور نبيل خوري، شكرا على كل النصايح اللي أعطيتنا إياها. إن شاء الله كمان نرجع بنشوفك عن قريب. دكتور نادين أسيس كمان إن شاء الله بنرجع بنشوفك عن قريب. أهلا وسهلا فيكم. فاصل ومن بعدها رح ندخل بموضوع جيسيكا أبو حرف فكونوا كتار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار، بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. الفنان عامر زيان في ألبوم جديد 2015. بس كافي حس بيا. يتضمن الألبوم 9 أغاني. داري ولا مو داري، حبك شغل أفكاري. عامر زيان رح غني الليل من عزابي أنا وأهري. عامر زيان 2015، مكتوب حبك مكتوب. حاليا في الأسواق. ألف 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 مبروك، ربحت معنا كالفائز الثاني في مسابقة حياتك أحلى 100,000 ريال. بالله والله بتكلم بجد؟ والله أنا مش مصدق والله. أول شيء هبعت لأمي أجيبها تحج يعني. سيارة نفسها تشتري سيارة كده على قد يعني. يمكن أنت تكون الرابح. شاهد سحوبات حياتك أحلى كل خميس بعد برنامج كورة على روتانا خليجية. اربح حتى $10,000 يوميا. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين أو غجوة لرقم بلدك، كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. روتانا تقدم حفلات فبراير الكويت 2015. في 13 من مارس الفنان عبد الله الرويشر. ليه مر الحلو يولع الشارع، ليه مر الحلو. الفنانة شذى حسون. والهانة والهانة أنا يا ناس والهانة. الفنان وليد الشام. هذا حبيبي أحب كل شيء. والفنان جابر الكاسر. أحبك حب يا مجنون لكن ما اقدر احكي. على مسرح صالة التزلج الكويت. الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية للنمو الطبيعي. سر الشباب الدايم ايها من الحامض او الشاي والقهوة يلي بيخفف من امتصاص الحديد بالجسم. البشرة المتألقة، الصحة والحيوية.
تكتشفوه هون مع أفضل المتخصصين بالصحة والجمال. نسحب الدم أوكي من الشخص نفسه وبعدين ندخله داخل مثل الماكينة تعمل سنتريفيجيشن. انتظرونا الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة راح تهمكن أكيد. The Youth Clinic السبت الساعة 7 المساء على الـ LBC. ببيروت وهلا موضوع جيسيكا ابو حرب لنحكي عن الانوركسيا والبوليما. اهلا وسهلا فيك مره جديده جيسيكا. خلينا نعرف المشاهدين شو الانوركسيا وشو البوليما وشو الفرق بيناتهم. اوكي هو تو تايبس هن ايتينج ديس اوردرز. حنبلش اول شيء بالانوركسيا. انوركسيا هو اكيد يعني معظم الناس بتعرف هذا الشيء وقت يكون عندك مشكله بالسلف ايمج تبعك، يعني قد ما كنت انت ضعيف او شخص يكون ضعيف بتشوفي حالك ناصحة و you are never satisfied. وهذا أكيد بيجي من issues أن يكون عندك أنت low self confidence و self esteem، يعني عندك مشاكل نفسية. والبوليميا هلا حنحكي أول شيء عن أنوركسيا. هذا الشيء البوليميا بيكونوا عادة الأشخاص شكل جسمهم عادي، يعني فيهم يكونوا ناصحين حتى وفيهم يكونوا وزن عادي، بس شو المشكلة عندهم أنه من بعد ما يأكلوا بيكون عندهم البيرجينج. البيرجينج هو بس نحن نروح دغري نستفرغ الاكل اللي اكلناه او نستعمل نوع من اللاكسيتيف او حيلا شيء بيلز كرمال نضهر الاكل اللي نحن اكلناه. اوكي هودي هن الفرق بين الاسباب. هلا الاسباب اكيد بيكون في عندك مشاكل بالفاميلي، يعني مع الاهل وراثي. مزبوط وراثيه فيها تكون حدا بالعائله عندك ديجا عنده هالايتينج ديس اوردر وانت تكون وراثي بالجينز. واكيد كمان من الاسباب شخصيه، في يكون حدا عامل مثلا صاير معه سكشوال ابيوز بحياته، كمان هذا الشيء بياثر على نفسيته على شخصيته. وبالتحديد هذا المشاكل بتصير من وراء السلف كونفيدنس، يعني انت بيكون حطول عندك بيرفكت شنزم بدك توصل تكون perfectionist. سو هذا الشيء اكيد بياثر على شخصيتك وبتحسي انه بس من خلال الاكل فيك تكوني عم تعملي كنترول بحياتك. مشان هيك بتحسي انه بنروح اكستريم بس يكون حدا عنده نوع من هذه الحاله. نعم في فحوصات معينه بنعملها لنقدر نعرف اذا عندنا هال؟ مو في فحوصات معينه بس اكيد واضح، يعني في عندك سيمبتومز بتبين مثلا بالانوركسيا اكيد الوزن القليل، يعني بتشوف الشخص عم يضعف عم يضعف عم يضعف لدرجه انه بيصير خلص ما بقى في اي لون بالبشره، ما بقى في اي هيك مثل بتحسي قوه، اي نضاره بالوجه. اكيد هذا الشيء بيرجع بياثر على الاورجنز تبعي. كمان الاشخاص اللي كثير ضعاف اللي عندهم انوركسيا مزبوط نقدر نشوفهم بشكل انه مش هن موديل مثلا، هي كثير ضعيفه بيبين عليهم يمكن لون صفار على وجههم. مزبوط شعرهم كيف بيكون لانه ما بياخذوا فيتامينز. والغريب بيجيني بهذا الشيء انه حتى لو حواليك اصحابك واهلك بيقنعوك انه انت جسمك ضعيف كثير خلص في ريجكشن توتالي انه لا بدك بعد تضعفي. ومعظم الاوقات الانوركسيا اللي الناس اللي عندهم انوركسيا بيكونوا عندهم كثير ريستركتيف دايتس، يعني بيكونوا عم بياخذوا بال 50 ل 200 كالوري بالنهار. سو بيكون كثير ريستركتيف وممكن عم نفوت اي نوع من الاكل. البوليميا لا، البوليميا بتمشي مثل سايكل. السايكل كيف بتقرري انت انه انا بدي امشي على ريستريكتيف دايت، قرر انه انا هالجمعتين خلص ما بدي اكل شيء سوليد كله ليكويدز مثلا، بتمشي عليها بترجع من بعد ما تفوتي بهذا النوع من الريستريكشن بتحسي انه لا بدي اكل. شو بيروحوا بيعملوا؟ بيروحوا بياكلوا بس بالسيكريسي بالخفه، يعني مش قدام العالم. توصل اب تو 5000 كالوريز، عم تتخيلي قد ايه 5000 كالوريز؟ يعني فيك تقولي على جمعه انت ما بتفوتي حتى 5000 كالوريز، بتاكليها بظرف ساعه وبيرجعوا بيروحوا كل شيء. بيراجعوا كل شيء مزبوط. وبس بتقول كمان انه بقلب البوليميا التراجع هي منا انه لازم يعرفوا انه من وراها ما بتخسري وزن، لانه انت بس تستفرغي ما بتشيلي كل الكالوريز الفواتيه، بتشيلي ماكسيموم 50% من الفواتيه. سو هيدي مثل مسكونسبشن بتكون بس في اشخاص بيعتمدوا هالطريقه بفتره معينه من حياتهم، هول بنعتبرهم
عندهم بوليميا. في أشخاص بيعتبروا أنه هلأ عم ننصح مثلا بالأخص بفترة الأعياد بيجربوا هلأ هون صرت غير شيء، هون صرت غير شيء، ما بطلت هوس، صار عندك أنت مثل هدف أنه أنت بديك تخفف شوي إذن لصحتك. بس وقت تصير هوس الخبرية هون بتفوت أنه عندك إيتينج ديسورد، إن كان أنوركسيا أو بوليميا، لأنه بيصير خلص ما في عندك مشاكل بالحياة إلا تنقص هذا الوزن. طب هل في أشخاص عرضة أكثر من أشخاص يسيبون البوليميا أو الأنوركسيا؟ لا مثل ما قلنا إذا كان شيء وراثي، وإذا كان خاصه بالسلف استيم عنا، يعني نحن إذا شخصيتنا منا كتير قوية ومنك أنت قوي وماني كتير هيك فيك تعملي هالكومباريزن بين شو صحي وبين شو انت لازم تكوني عم تضعفي كرمال تحافظي على وزن معين، هون صار في عندك مشكلة كبيرة. اوكي جيسيكا، اذا بدك نحكي عن العلاجات اكيد بتختلف بين الانوركسيا والبوليما. هلا مزبوط، لا بين الانوركسيا والبوليما اكيد لازم يكون عندك تيم، يعني العلاج ما بس خاصة بالدايتيشن لحاله او بس خاصة بحكيم، بده يكون عندك تيم كبير ماشي وراها اكيد من خلال الاكل كدايتيشن حكيم وطبيب نفساني، يعني كثير مهم لانه مثل ما قلنا هول المشاكل بيجوا من شيء نفسي. مزبوط، يمكن اذا بنحسن النفسيه بيتغير عنا، بصير عنا وعي اكثر، بنقدر نتقبل حالنا انه نحن كثير ضعاف، هودي بدهم ينشغلوا بارلل، يعني لازم نكون مع بعض ونكون عم نمشي فيهم. اوكي طيب شو بدنا نعرف هلا اليوم؟ انا بس هيك محضره كم ايتم لازم نكون عم نفوته كرمال اذا بدنا نزيد الكالوريز بطريقه صحيه. مش اذا معناتها بدنا نزيد الكالوريز يعني لازم نكون عم ناكل هامبرجرز وبيتزا وقصص كثير جنك، لازم نكون عم نزيدها بطريقة صحية كرمال نحافظ عليه. هلأ من ناحية الأنوركسيا أول شيء لازم نكون عم نفوت الأكل تدريجياً، يعني مثل ما قلنا قد ما كان هو ريستريكتيف يعني عم نفوت 100 كالوري بالنهار، لازم نجرب الدايتيشن توصله لل 1200 كالوريز ونرجع نجرب نزيد جرادولي تنوصل ل 3000 كالوري، لأنه الحالة الأنوركسيا تنكون أنه عم نسميها حالة أنوركسيا بيكون الشخص خلص أنه ما بقى في شيء نهائياً، يعني ما عندك بقى أي وزن، ما بقى عندك أي قوة، سو مشان هيك لازم نوصل ل 3000. أوكي. هلا أول شيء أكيد لازم نكون عم نفوت كتير كاربس على أكلنا، مثل ما شايفة هون أنا عندي باستا، أنواع الباستا، وعنا بوتيتوز بطاطا. أوكي لازم نكون مثلاً عم نعمل باستا سالد أو بوتيتو سالد، بس حتى كل شيء حيكون صحي، يعني ما فيهم يلجأوا للفاست فود مثلاً يأكلوا بطريقة كتير كبيرة دسير أو هلا أمبلا، بس أنت كدور دايتيشن لازم تكوني عم تفوت الأكل بطريقة صحية. بس هن الناس اللي بيعانوا من هالمشكلة ممكن يتجهوا للأكل منه صحي وينصحوا مثلا، او بكون في عندهم مشكله حتى هلا لانه قلنا نحن انه شخصنا هيدي الحاله بانوركسيا، فقد ما اكلوا ما راح تحسي هالوزن لانه صرت انت هون بوزن منه خيالي، يعني كثير سوري خيالي. مزبوط، يعني كثير 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 ضعاف للاشخاص، يعني بيكونوا بال 40 كيلو 30 كيلو. سو هون اذا اكلت هذا الشيء هذا الشخص اصلا ما راح يقدر يتحمل يفوت هيك شيء على معدته، وما راح تكون قويه تعمل دايجستشن لهيك نوع من الاكل. فجأة صاروا بدهم يرجعوا يزبطوا ياكلوا من بعد ما راحوا عن الطبيب النفسي، معقول ما يتقبل الجسم ما تتقبل المعدة؟ مثل ما تقبلوا عند الحكيم النفسي لازم يتقبلوا انه الاكل لازم يصير يتفوت جرادولي تدريجيا، لانه ما راح يتحمل جسمه، ما بيتحمل لانه دجا بكون وصلنا لمرحله انه الاورجنز عندك الاعضاء تبعك ما بيكونوا عم بيعملوا فانكشن مزبوط. سو مشان هيك لازم تفوتي شوي شوي للاكل. أوكي. لكن نبدا بالاكل اللي رح نحكي عنه. اوكي مثل ما قلنا لازم نفوت كميه كبيره من الكاربز، كان باستا كان بوتيتو، نعمل انكوربوريشن مثلا لبوتيتو سالد بدل ما نكون كلها خضره، نفوت اكيد خضره ونجرب نزيد كمان بوتيتو وكورن. عنا كثير مسكونسبشن عن الكورن، في ناس بتفكر انه الكورن ببلاش يعني فينا نفوته ما فيه كالوريز، بس لا هو بالعلبه بتاكلي بالعلبه، مهم تكون عم تحطي له زبده مثلا. لا لحاله اوكي، بس بالسنين نحط فيه زبده. بالسنين مع زبده. اوكي نكون مثلا عم نفوت بقلب السالد كمية من الكورن لأنه هيدا بتعتبر كمان نشويات، معظم الناس بتفكر أنه الكورن يمكن خضرة بس مش مزبوط، نشويات. الأفوكادو أكيد مثل ما بنعرف أنه فيه كتير أوميغا 3 وأوميغا 6 يلي هي حتعطينا الفات اللي احنا بحاجة له، نكون عم نعمله انكوربوريشن كان على تربيتنا على غدانا على عشانا. ومثل ما شايفة هون نيفين عندي توست أسمر، بس هيدا التوست الأسمر مش حيلا توست، هيدا فينا نلاقي منه بالسوبر ماركت، بيكون من زيد عليه ويت. يعني مثل ما حس اذا بشوفها هون بتحسيها كثير باكت كثير سميكه. هيدا الشيء لازم نجرب نلاقيه اذا نحن بدنا ننصح اكيد، مش اذا بدنا نعمل دايت كمان نعمل له انكوربوريشن بالاكل تبعنا.
ودفنتلي البينات باتر مثل ما شايفه. بجرب نكون عم نقطع سناكس بينات باتر مع حالة نوع من الفروت، اوكي اكيد فيه كالوريز بس كمان بيفيدنا لانه فيه بروتين. نعم. ومثل ما قلنا كرمال الانوركسيا والبوليميا مش بس نجرب نزيد الاكل يعني السوليد فود، نجرب كمان نعلي القصص اللي بتنشرب اللي فيها كالوريز. نعم. مثل الجوس مثلا، اوكي يعني تقريبا 2 تو 3 تايمز بالنهار نجرب نفوت الجوسز، هون بنكون عم تفوت الشوجر طبيعي وبذات الوقت بتكون عم تاخذ الكالوريز اللي انت بحاجه لها. والبروتين هون مثل ما شايفه انا فين جايبه معي، هلا في كثير ناس بتخاف من البروتين شيكس، بس في حال انه نحن اذا عم نعمل سبلمنتيشن بالرياضه اوكي ما في اي مشكله انه نكون عم ناخذ سورس من البروتين، اكيد بكوانتيتيز معينه يعني ما نكون عم نروح اكستريم. وهون بحاله الانوركسيا والبوليميا نكون عم نفوت بروتين شيكس لانه حتعطينا هيدي القوه اللي يمكن حتكون اهين نشربها من ما يشوف الشخص قدامه ميل كبير بده ياخده. هون اكيد مثل ما قلنا سايكولوجيكال شوي بتصير الخبريه. سو بنزيد كميه كبيره من البروتين مره بالنهار او مرتين سكوبس حسب وزن الشخص وحسب قد ايه نحن حاطين الجول تبعنا. طب الى جانب الطب النفسي وايضا النظام الغذائي اللي لازم يتبعوه بالرياضه، في تمارين معينه لانه يمكن ما بيقدروا يحملوا هلا في اشياء معينه معقول بتعبي عضل؟ هلا تقلك شي نيفين بالانوركسيا والبليميا الناس اللي بياكلوا كثير واللي بيروحوا بيرجعوا بيراجعوا في كمان بدل ما يراجعوا يروحوا يعملوا اكسسيف سبورتس. نعم. يعني هيدا الشيء كمان هون بيتشخص انه ضمن المرض يعني. نعم. يعني بيروحوا اكستريم يعني فيك تقولي بيقضوا معظم وقتهم بالجيم عم بيجربوا يحرقوا هيدا الاكسترا كالوريز اللي مفوتينه. هلا جوابا على السؤال تبعك، اكيد في رياضه معينه دفنتلي ما بدنا نكون عم نفوت مثلا نوع من الكارديو، ودفنتلي هيدا الشيء ما بيصير باول ستيجز، بيصير بستيج انت صرتي مزبوط صرتي وصلتي تقريبا عم تفوتي 2000 كالوري بالنهار. نعم. هون صرتي فيك تعملي مثل بالانس بين الرياضه وبين الاكل اللي انت عم تفوتيه. اي نصيحه اخيره للاشخاص اللي بيعانوا من هالمشكله وعم يحضرونا؟ نصيحه اخيره انه انا بحب احكي الاهل واقول لهم انه في حال شافوا اولادهم خاصه التينيجرز بهذا العمر مثل تلاحظ البنات معظم البنات على طول عندهم هيدا السلف ايمج انه بدي اكون ضعيفه وبدي اكون انتبه على اكلي وعدل كالوريز ومزبوط. سو هون انه بشجع الاكل بشجع الاهل انه ينتبهوا على اولادهم لانه يمكن تروح اكستريم هيدا الكيس، وبس تروح اكستريم هون يعني لازم يكون في تشديد على الموضوع وننتبه وساعتها نحكي المختصين مزبوط بهذا الخبرية. شكرا جيسيكا ابو حرب لك النصائح اللي اعطيتينا اياها، بنرجع بنشوفك ان شاء الله عن قريب. بدنا نودع مشاهدي روتانا خليجيه وندعيكم تحضرونا عبر الاي بي سي الفضائيه لانه عندنا فقرات عديده ومتنوعه، ومن بعد هالفاصل فقره ايضا مخصصه لكل السيدات. دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه، انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. اللي نحن نستمتع فيه مع اصحابنا وخلصنا. الاحد الساعه 7 المساء على ال بي سي.
بعد النجاح اللي حققناه بالموسم السابق، بوب أب بيرجع بموسمه الجديد. تغطية شاملة للمهرجانات العالمية، مقابلات حصرية، وأهم الأحداث على الساحة الفنية. تابعوا كل أخباري على برنامج بوب أب مع أنجيلا على قنوات روتانا وائل جسار نصين زيتون. تابعوني على بوب أب. Hi, this is Gimanukyan. Hi, I'm Kelly Rutherford. This is Chris Tucker and you're watching Pop Up. This is Allo Black and you're watching Pop Up. This is Tromaille et vous êtes sur Pop Up. Salut, c'est Ben l'Oncle Soul. What's going on? This is Neo. Hello everyone, this is Ricky Martin and you're watching Pop Up. كارول سميحة عم تحضرونا بي بوب أب. غسان رحباني. جاد شوية. نايا. ميشيل أزدي. والجزائرية. رامي عياش. Keep on popping up. Pop Up الأربعاء الساعة 7 المساء على الـ LBC. أنا أليس، عمري 26 سنة. نادين وينك؟ أختي المجنونة نادين عمرها 23 سنة، وفافي أختي الغنوجة عمرها 22 سنة. هلا شو حنسوي؟ كيك كيك كيك. فرح شو بك؟ هاي حياتك. انا مأكدة مع عبرك نادين هذا اللي عم تحكي معه. فرح خبريني شو فيش؟ اوكي مبروك. يعني شو؟ The sisters اخوات خوات قريبا على الـ LBC. يا ليلى عيش اتجوزي. بس انا مرتاحه كده مش عايزه. ده بيصورني. دي الصوره الوحيده اللي عندي. مش معقوله دي شبهي جدا. أصلاً ما كنتش موافق ولا مرتاح للولد ده، بس بعد كده أتمنه على بنتي. أنت اللي بتغيري يا كفوتة. بغير من دي؟ أنا سليلة ما هي تبقى مراتي رسمي. لا برا برا. فرح ليلى يومياً الساعة 9 المساء على LBC. عروض أزياء مودلز وإكسكلوسيف باس لكواليس الفاشن ويكس. كل هالمواضيع بتوصل لعندكم يومياً بكاتوك. آخر وأهم التصاميم من عواصم الموضة بنقدم لكم إياها وأكيد مباشرة من الرانوي. كاتوك مشوار يوم العالم الأزياء الجلامر والفاشن. So get ready for the ride. كاتوك يومياً الساعة 6 المساء على LBC. منتابع ببيروت، وأيضا هالفكرة خصصناها لكل سيدة عم بتتابعنا تنعطيها نصائح بتتعلق بالألوان إن كانت بحياتنا المهنية أو الشخصية. مع جانين أسمر، أهلا وسهلا فيك جانين. أهلا فيك. وبترافقك أيضا الموديل إليسا، أهلا وسهلا فيك. وخبيرة ومستشارة حضرتك خبيرة ومستشارة مظهر، ونصائح أيضا تتعلق بالسلوليت مع أخصائية العلاج ضد السلوليت نادية عساف، أهلا وسهلا فيك. نادية نصيف. أهلا وسهلا فيك نادية. جانين، بداية رح نحكي عن الألوان قد مهمة بحياتنا الشخصية والمهنية. الألوان بتأثر فينا بالحياة كتير أكتر مما منتصور. مش بس شو بيلبق لنا، عادة منقول بحب هاللون ما بحب هاللون، دارج هاللون مش دارج هاللون، بس كمان قدرنا وصلنا نعرف انه الالوان بتأثر على النفسية. يعني اذا ما لبسنا الالوان يلي هي الواننا، معقول كتير نحس حالنا
داون، مش مرتاحين، بتعرفي ايام اوقات توقفي تطلعي تلاقي ما بعرف ما في شيء ما بيني شيء بس ماني حاسه حالي مرتاحه، بتكوني مش لابسه الالوان تبعي. وهيدي اليوم اللي رح نقدر نجرب نساعد المشاهدين انه يعرفوا اذا الوانهم دافيه الوانهم بارده، ونعطيهم ستيبس كيف معقوله هن يعرفوا شو الالوان اللي لهم. يعني الباليت الخاصه لكل شخص كيف ممكن يعرفها؟ عاده بنلاحظ في لون ممكن يلبق لبشرتنا، لون بتعبنا ببهتنا مبين تعبانين مثل ما ذكرتي، صح. كيف فينا نعرف الباليت الخاصه فينا والالوان؟ الباليت هي في ثلاث اشياء، اهم شيء العينين، الشعر، والجلد. هلا الجلد هي اهم شيء، لانه في الاندرتون. الاندرتون هي اللي بتكون اذا بتطلعي بعروقك اللي موجوده على الريست هون بتلاقي يا اما بتكون ميله على خضار اما ميله على زرق. اذا على خضار بتكون الوانك دافيه، واذا على زرق بتكون الوانك البارده. يعني رح اعطي مثل ورح نشوفهم على اليسا اليوم، بتحبوا تفرجيكم؟ ايه تفضل اكيد. اهم شيء لنقدر نعرف وحتى المشاهدين بالبيت بيقدروا يشوفوا يعملوا ذات الشيء انه يبلشوا بتون ابيض، معناتها باردون بدهم يحطوا شيء يغطوا اللي لابسينه. اذا واحد صابغ شعره لازم يخبي الشعر، اليسا مش صابغه شعرها، هيدا شعرها الناتشورال رح نخليه لايق. هلا انا تما تتاثر وتقدر على الكاميرا يبين مزبوط رح البس ابيض كمان نقدر نشوف أوكي. شو الالوان المضبوطه. بنبلش ليكو الفرق قد ايه رح يبين بشرتها تعبانه اما بشرتها مرتاحه لاليسا. هول الالوان هن الالوان البارده، يعني الالوان اللي فيهم ازرق. رح تلاحظوا انه باللي دو باليت رح يكون في الوان كل الالوان، بس اذا بنطلع مضبوط الاول وحده لبقت لها اكثر، صح. كنت بدي اقول لك ثاني وحده لبقت لها اكثر وبيشرق. هلا رح اقول لك ليش انت بتفكري معقوله بين الاثنين، بس اذا بتطلعوا مزبوط هلا نحن ما عندنا مرايه لنشوف هون ببين بتبين تعبانه، اذا بتطلع هيك بيشرق وجهها اكثر كلنا حتى هون حسب لون البشره يعني ولون الشعر. لون الشريين يعني لون الدم اللي بتمشي بالشريين بتكون اذا ايموغلوبين عالي اكثر بكون الازرق الطاغي، يعني بكون الواحد هيدول الوانه، واذا كانت الكاروتين يعني بتكون الاشياء الدافيه. مشان هيك انا قلت لكم العروق هي احدى الطرق لواحد يعرف. بس ليش نحن بناخذ يعني المعيار هو لون الشعر، لون البشره اذا سمراء ولا بيضاء؟ صح، بس بتعرفي اوقات بكونوا اختين بكونوا سمر اما شقر، بتطلع كل وحده كل وحده لون شكل. رح اقول لكم هي اهم شيء هن هول الاثنين، البارده والبارده رح نقسمها على لانه بتنقسم كمان على لي سيزون، يعني الخريف الشتاء الصيف والربيع. هيدول هن الوان الصيف والوان الشتاء، وهول مثل ما الالوان بتفرجي هن الوان الخريف وكمان بكون في الوان الربيع. بينقسموا وقت نعرف شو هن الباليت. بس جانين مرات بالصيف يمكن بغير لون شعرنا مفتح اكثر، السام بتتغير بتصير على سمار اكثر، في ناس كثير بيسمروا بيكونوا كثير بيض بالصيف، هون بتتغير الباليت ولا كمان بنطلع على الشريان؟ هي الاصل الشريين اول شيء، لانه نحن لو اليسا مش شعرها الطبيعي كنا كيف هيدي الشقفه البيضاء اللي حاطينها هون رح نحط شقفه بيضاء على شعراتها، لانه اهم شيء نطلع بالاول شيء الجلد، لانه الجلد هي اللي بتخليك تبيني تعبانه اما مشرقه. بس كمان بدي اقول انه علميا صار معروف انه الانسان بيتاثر بالذبذبه اما الفريكونسي والالوان هي فريكونسيز. يعني انا اذا انا لبست لون مش لوني، رح فرجيكم اليسا مثلا اذا حطينا لها لون اورانج مش لونها حلو. اوقات بنروح على المحلات بكون في بتكون درجي بكون واحد مبسوط، هيدي مش لونها لاليسا. اذا بحط الاحمر اما الاورانج يعني اليسا الوانها ميلة على زرق. فوالا
هيدا لونها لإليسا، مع أنه أغمق بس بنشوف على الوجه شو أحسن. أهم شيء رح فرجيكم الأحمر يلي هو بيبين أكتر شيء. ولا فيك تساعدني الأحمر معه، أما الأخضر إليسا بليز هلأ لأنه حطينا الأورانج. إذا بنحط الأخضر يلي هو مش لونه إذا بتطلعوا فيه مزبوط، ومنشوف لونها لإليسا. ازاي يعني كل الغوامق عم تلبق لها اكثر؟ هي هيك. هلا انتم يمكن تطلعوا غير شيء، انا عندي باليت اللي هي الباليت تقلي اللي لبستها بتيبي اليوم يلي هن هول، مع اني انا سمراء إليسا، حتى نحن من زيت العيلة، شعراتها مثل شعراتي، بشرتها مثل بشرتها، بس هي عندها ألوان الديب، أنا عندي الألوان البرايت. هو الألوان كل واحد منكم ها بحطوا على وجهي بحسوا تلبق لك. هي إذا بحط غير باليت ليك ليك بتعب، يمكن بتبين غير شيء. وأهم شيء إنه واحد أهم شيء يعرف إذا هو دافي أما بارد، بعدين بتصير الديريفي أكيد أهم. لنوصل منضلنا نغير بالألوان حتى نوصل على وكم لون فيه. ما هون ما كمان بتضيعي لأنه في كتير ألوان، حتى اللون الواحد في له مشتقات كمان كتيرة. صح، بس هي شو وقت بتروحي على عند حدا يلي رح يشوف لك شو هني ألوانك، بنضلنا نحط هالشقف اللي شفتوه لنوصل على الالوان اللي بدنا اياهم، وبتطلعي بشيء مثل هيدا. هيدا عن جد كنز، لانه حيلا وقت عم تكوني عم تشتري شيء بدك تشوفي شيء، اذا منا بالباليت تبعك حتى لو لون دارج اما لون حبيتي بتصيري تعرفي وبتصيري اكيده انه هيدا مش لونك. ناديا بتعملي بهالخطوات ولا لا؟ انا لا ما بركز ابدا، ما بركز ابدا على الالوان. لا لا كثير بحتار كل ما بدي البس. طب مثلا ناديا شو بيلبق لها؟ قالت انه ما بتعرف شو بيلبق لها. المظبوط شو لابسه؟ هو ليش ما بنجرب على ناديا شوي؟ اكيد بنشوف. هلا مظبوط لابسه بني مظبوط اليوم؟ هلا هي لانه شعراتها هيك، بس اذا واحد صابغ لازم يخبي شعراته، هيك بيكون واحد اكثر ببين. رح نحط لها الكول والورن، هيدول الاهم اثنين. هلا ناديا سكرنا لك المايك، ما فيك تحكي. ولا اوكي وهيدي الورد بدي انا، ما عم بقدر شوف يعني. لا اقدر انا اول وحده لحط، لا مش يعني على الوجه. ايه الكالرز هي شكلها ورم. فيني شوف بليز الريست تبعك؟ كثير مبين، ما بعرف اذا بتفرجيه شوي على الكاميرا هيك. أخضر، منشوف الشريين الخضر، مشان هيك منلاقي إنه هلأ هول الألوان هيك، يعني يمكن هيك. إيه مظبوط هيك، يعني واحد بيصير يشوفهم. واللي أنا شكلي ما بعرف الألوان، فكرة حالي بعرف شو لبقتي، لأنه دغري حسيت أنا بالعكس الأول اللي بقيت له أكثر. رح أقلك ليش، لأنه أول نظرة هي بتطلع على اللون اللي بتحبيه. هلا نحن كاخصائيه شو بنقول؟ بنقول اوقات اذا طلعتي بالقماشه اكثر من الوجه معناتها كمان مش اللون اللي لإلك، اللون اللي بيكون لإلك اللي متناسق مع اللون اللي متناسق كليا مع وجهك، وبتكوني عم تطلعي بالعينين. نحن شو بنشوف وقت بنكون عم نعمل هول؟ بنشوف بياض العينين، بنشوف رونق الوجه، منشوف حتى التجاعيد بتختفي، مثل نحن صبايا طبعا ما عندنا تجاعيد، بس حتى التجاعيد بتختفي، الدوبل مونتون بيختفي، السان تحت العين اذا لابسين الالوان اللي لقلنا. والله وصلنا السلوليت كمان بعد كل شيء بدنا نخفي كل شيء. لا دون لو مفهوم بلا. طب جنين مثلا انا وساشا مفروض الواننا شوي قريبه من بعضها، حسب ما بعرف انه الالوان الترابيه مفروض تلبق لنا، بس مثلا الموف بحس كثير حلو الفيولي علي، الفيولي مثلا علي ما بيلبق ابدا. هذا مفهوم خاطئ. نيونس الفيولي إليسا اذا بتساعديني شوي، نيونس الفيولي لقلي كيف بيتغير. فوالا إذا تنقول في غامق كثير، في اللي بيكون مايل على أحمر، في بيكون اللي بيكون مايل. فوالا فيك تحطي لي هيداك بليز.
منه هيدا الميل وهيدا رح نحطه هيدا الميل. هون منلاقي بس هيدا مش من مشتقات البوردو اكثر. صح، بس هيدا فيه اصفر اكثر وهيدا فيه ازرق اكثر. يعني ما بعرف اذا على الكاميرا اذا بتبرم اليسا شوي هيك، اما اذا بتبرم هيك ليكي هون كيف بتبين فريش اكثر. ايه على الكاميرا أكتر. صح. اذا بتبرم هيك وبنطلع على هيك، هيدا اللون اللي مش ظابط عليها. يعني هالفرق هيدا البسيط اللي نفتكر انت بتشوفيه بسيط، بس مثلا انا بالنسبه لي هيدا فيه كثير ازرق اكثر. مشان هيك لانك اكسبرت من هيك بتشوف الفرق بيج ديفرنس، بس نحن لقلنا بنحس انه قريبين الالوان لبعضهم، يعني انجا فرقوا. مشان هيك بس رح اقول لك، وقت بيصير معك الباليت بتصيري انت وقت تروحي عم تشتري وبتحطي قماشه تنقول قريبه لإلها، بتصيري تشوفي اللي انا عم بقول لك اياه، لانه نحن وقت بنقعد ساعه ونص ساعتين تقريبا عم نعمل الكالر اناليسيس. بس اتس فان، يعني واحد بينبسط وبيسهل عليه كمان يشتري يعني اشياء حلوه ولما نحبها تلبق لنا بننبسط بالاغراض. بتوفري وقت، ما بتقعدي تطلعي على الاشياء اللي دغري اذا معك الباليت بتقولي يا الله هلا داريج مثلا عم بشوف امبارح كنت عم نبش على شيء اخضر. الاخضر يعني في الوان كثيره، بس وقت بتاخذي الاخضر تبعك وبتصيري تقربيه، ما معناتها هول بس الالوان اللي بنلبسهم، معناتها هول الالوان يلي هن المين لنا اللي لازم يكونوا اقرب شيء لوجهنا، ومنه بنصير ناخذ مشتقات له، كيف مثلا هيدا شفني بس بهالساعه ونص اللي بنكون قضيناها سوا، بكون الواحد عارف كيف يصير ينبش على الالوان الغامقه، اما الالوان يعني اللي فيها يلو، اما الالوان اللي فيها. طب جانين عم نحكي يمكن عن اللون الموحد، يعني قطعه لونها معروف شو لونها، مش داخل لها يمكن الوان ثانيه او نقشات. بس يكون في نقشه بالقطعه او الوان ثانيه، هون صعب كمان نختار ونتأيد باللون بيلبقنا. بيكون في باليت، يعني اذا بتلاحظي رح فرجيكم، حسبي في اكثر من لون بوحده، بس دغري بتصيري تعرفي اذا انت هيدا اللون اما هيدا اللون، بتصيري عارفه انه هول الالوان اذا هول الوانك وعم بتشوفي باليت منها. نحن كمان يعني فيك تاخدي الباليت هيك، دغري بتصيري تعرفي انه هولي مش الواني، يعني شو الطاغي، شو الاقرب للوجه، هو اهم شيء شو الاقرب للوجه، لانه العينين بيحكوا يعني رونق الوجه بيتغير كليا. بس كمان انا في شغله كثير مهمه حابه ازيدها، النفسيه. انا بتعرفي هيك اوقات بقول واحد حزين بكون حزين، نحن بنلبس الاسود ببلادنا، بس الاسود هو لانك انت بتكوني حابه تكوني بينك وبين حالك، بكون واحد زعلان ما فيك تلبسي هالالوان اذا انت حابه تكوني مبتهجه. ما يعني انا بحب اقول انه وقت واحد بيصير يلبس الوانه، يعني صرنا نعرف الالوان اللي بتلبق لنا واثقين منها، كثير مهم نصير نلبسه لانه نفرح. انا من وقت ما عملت الباليت تبعي انا كنت مفتكره حالي سبرينج، وان فيت طلعت بين السبرينج والوينتر، وقت صرت البس الواني هي يعني وصار عندك ثقه كمان اكثر انه لابسه اللون اللي بيلبق لك، وهالقد عطيكي اشراقه مش عطيكي تعب، لانه بنوقع فيها يعني انه ما بتكوني تعبانه، بس شو بك تعبانه اليوم، الالوان مش ظابطه. من الكالرز كمان وهالنصائح ناديه، مشكله السلوليت مشكلتها مشكله عند السيدات وبنشوفها اكثر عنا من الرجال، شو سبب هالمشكله؟ اوكي، اول شيء بس بدي بلش اعرف شو هو السلوليت. هلا في ناس بتجي بتخربط بين الفات والسلوليت، بتقلي انا ضعيفه بس عندي سلوليت، ليه عندي هول ترو، ليه عندي هالاسباب بولورانج، هيدا الشيء ما بيتعلق بالفات كومبليتمون. هلا جزئيا بيتعلق بالفات اكيد، لانه كل وحده عندها زياده وزن وعندها سماكه فات اكيد في عندها سلوليت، لسبب بسيط لانه السلوليت موجودين على طبقه الفات وبيتغذوا من هيدا الطبقه. نعم. السلوليت هن خلايا دهنيه، سلول جريسوز، موجودين على طبقه الفات وموجودين باعمق طبقه بالجلده يلي اسمها ايبوديرم مثل ما كلنا بنعرف. حوالي هالسلوليت او بيناتهم في عندنا الاوعيه الدمويه والاوعيه اللمفيه، وعندنا الكولاجين والالاستين اللي هن مسؤولين عن شد البشره، ورح احكي شو علاقه السلوليت بشد البشره بعد شوي.
نحكي عن الأسباب. أسباب. إيه؟ أوكي. أسباب السليوليت في كتير أسباب. أول سبب هو الأستروجين يلي هي هرمون نسائية مثل ما بنعرف كلنا. الأستروجين بتزيد بجسمنا بثلاث مراحل بالحياة بكثرة. إذا في عنا تروب الهرمونال أكيد. على البيبرتي وقتها ببلشوا الكاركتر سكوندير يتكونوا. نعم. على خلال فترة الحمل وعلى المينوبوز أكيد وقتها بتبلش المرأة تقرب على سن المينوبوز. أو سن الياس. إيه. وفي ناس عرضة أكثر من التانيين بهالمراحل. إيه ليه بنشوف سيدات عندهم هالمشكلة أو حالة السليوليت وسيدات ما بيعانوا منها؟ هيدي بتعود للأسباب اللي رح أحكي عنها هلأ كمان. في عنا نوعية الأكل يلي بتاكل أكل غني بالدهون وغني بالسكر أكيد نوعية الأكل بتأثر وبتكدسهم على شكل تريجليسيريد مثل ما بنعرف. في اللي بيشربوا ألكول اللي بيعملوا ستريس كتير كمان هو أحد أسباب السليوليت. وأهم شيء اللي ما بيحركوا يعني اللي عنده شغله بتضل قاعده فيه ما بتحرك الدوره الدمويه واللمفيه ما لها جاده تعمل سبور كل هيدا المونت اكزرسيس والمناطق اللي بنشوفها بالجسم اللي فيها كثير سلوليت اكثر شيء على الارداف كل البارتي انفيريور تحت كل شيء بالمنطقه السفليه من عند المراه بنلاقي اكثر شيء فيها سلوليت. اوكي والعلاجات مزبوط المي هو العلاج الوحيد اهم علاج هي المي هلا بالتكنيك المانويل او بالمساج اليدوي هي اهم طريقه لنشيل السلوليت ما بتزيد ما اذا وقفنا ما بيرجعوا بلا اكيد وقتها بدها تتعالج بدها ترجع تنتبه اكيد وقتها تخلص طبعا او بتعمل مينتننس اكيد بس ناديا ليه كمان في حالات بنشوف انه المراه كثير ضعيفه بس عندها سلوليت يعني سلوليت مش مرتبط بالبدانه كمان عند مزبوط ذكرتهم هلا اي خلل بالهرمون نوعيه الاكل بتاثر العامل الوراثي عدد السلوليت او هالخلايا الدهنيه وحجمهم كمان بيتاثر بالعامل الوراثي نسبيا. نعم جاني بتهتم بهالتفاصيل لا بتشرب مي كثير انا بحب اشرب مي كثير اكيد نهتم يعني انا بس بلاقي انه ما في حدا كامل يعني شوية بيكون من هون بس ليش اللي منقدر نظبطها بلاقي انه ليش لا هلا كنت عم تقلي بالمساج بس انه خايف نشرب مي ونعمل مساج نشيل السليوليت بلاقيها اذا هيك يلا خلينا نشوف العلاجات المي هيك لحالها لا بدك تبعد الضغط عن الأوعية الدموية والأوعية اللمفية لأنه هالخلايا بيكبروا وبيضغطوا على الدم بطريقة ببطل الجسم يحرق مزبوط أوكي فالكونسبت أنك تبعد الضغط عن هالأوعية حتى تحط الجسم على الطريق الصح حتى هو يصير يحرق والمي هي اللي بتسهل أنه تطر الفات يلي بقلب هالخلايا بتطريهم وبصيروا يروحوا بالبول وأكيد المرة بتشوف البول عم يغمق. طب ناديا مثل جينيفر لوبيز مثلا بتعتمد كريم من الالماس بتشجع هالقصص هالكريمات وهل هي عن جد مفيده الى جانب شرب الماء اكيد. اوكي هلا انا بعتبر انه بعلاج السليوليت هي التكنيك هي اهم شيء تفاصيل الزيوت وتفاصيل الكريمات ما رح فوت فيها بس رح اقول لك ليش هي مش متعلقه بالسليوليت لنعرف هيدا الشيء لانه السليوليت بيتعالج بس بطريقه مانويل يدويه وهالكريمات ما بتفعل الدورة الدموية والكونسبت حتى تشيل السلوليت مفروض تفعل الدورة الدموية ما في تفعيل دورة دموية ما في سلوليت بيروح يعني بس بالعملية التدليك المكانات اللي نحن اللي عم نشوفهم بالمراكز التجميلية لإزالة السلوليت ما لهم فايدة أنا ما راح أحكي عن المكانات بس بقلك السلوليت ما بيروح إلا بمساج مانويل ما في شيء بيشيل السلوليت إلا المساج مانويل ويلي بتروح بتعمل بالمكانات وبتحس حالة خف السلوليت أو راح هي بتكون بس فضت الووتر ريتنشن من جسمها أو شالت المي بس السلوليت ما بيروح وبعتقد كلهم بيلاحظوا انه اذا رحت عملت مكانات ما راح لترو من اجريها كل البخاويش اللي بتشوفهم بالفاس وعلى الاجرين ما راحوا يعني لو بده يروح السلوليت كان راح ما بيرجع هيك دغري وبالعلاج وقتها بتشيل السلوليت اكيد بعلاج طويل وقتها بتشيل السلوليت انت ما بيرجع هيك بين ليله وضحاها اكلت ساندويتش زياده اكلت شوي اكل فيه فات لا ما بيرجع هيك بس ناديا مرات كمان بنلاحظ انه لما الوزن يتلاعب يعني نضعف فجاه من دون ما نلجا للتدليك او حتى نشرب مي كثير بنلاحظ انه خفوا فجاه مش خف السلوليت خفت المي من الجسم ما هن هو الخلايا بجمعوا شغلتين مي وفات هلا حسب شو بيجمعوا بيختلفوا انواع السلوليت شو اللي اكثر فبهالحاله بتكون المي عم تقشط من الخلايا مش الفات وعم بتزيد المشكله لانه انت عم بتنشفي هالخليه عم تشيلي منها المي وعم بتنشفيها شرب المي كثير مهم. طب جانين عملنا تيست على اليسا بس وعملنا تيست على ناديا ونحن عم بيطلع لنا يلا صبايا بتحبوا تشوفوا اذا انتم على القليله بنشوف اذا انتم كول ام اور اي اتليست يعني نعرف الكالرز
بدك نجي محل اليسا اسهل لك ولا حسب الكاميرا اذا اوكي؟ لا انا ما عندي بروبليم. لا ما بدي. بنبلش بدك نجيب المريول. هلا رح اقول لكم المريول مهم لما نتاثر ب الالوان ولا اذا الصبغه. هلا الصبغه لازم نخبي الشعر. هيدا شعر طبيعي اذا يو دونت هاف ا بروبليم. كل يوم شعرنا طبيعي هذا خلقنا فيه هيك. لا بدك تنتبه على الميكرو. اوكي قلنا الشعر بأثير، العيون بتأثير، واكيد جلد. اول شيء بنبلش تنشوف لون الشرايين. هلا انا شفته ازرق. انت على ازرق. وبنطلع عادة كمان بلون العيون، بس شو بنشوف لون بالعيون كمان؟ يعني كلنا عندنا بني، بس بالبني في اصفر، في اورانج. لانه انا بيتغير مع لون شعري وقتها كنت اعمل اشقر بحس بروح بتغير. اوكي هلا بدك هلا عم تسالوني بس بدي اكون انا كمان اشوف مع المونيتور هونيك بوش. فوالا هيدي اهين عندكم هون. هيدي الالوان الباردة. اوكي هول الكالرز. بنشوف الالوان. طبعا هيدي الالوان. طبعا بتعرفي ليش؟ لانه اول شيء هلا وقت بتطلع عليهم هن الالوان اللي انت معودة عليهم، بس اذا فينا ناخذ كلوز اب شوي. ما اللي بقول فيهم صفار وهيك صح؟ هن بعدين فينا نحط كل ولا هيك كلوز اب احسن. هو الشعر هلا عم بيأثر كثير على يلي عم نشوفه، الشعر ضروري يتخبى وينشال الميك اب هو عادة، هلا أنا هيدي شيل الميك اب هيدي هي لا هي وقت بنعمل الكلر أناليسيز بنقرب على قد ما فينا على على الطبيعي البشرة المظبوطة. هيدا الألوان أم هيدي الألوان؟ أول واحد اول شيء إيه؟ انا رح اقول لكم ليش هلا اذا شوي عم نشوف هاي لانه شعراتها لينا. لا شعراتها طلع هن شعراتها، بس اذا بتطلعي على وجهها ليكي لونها وجهها هو الاحلى يعني إيه؟ على الوجه معك حق، للشعر هن هيدا اول شيء. لا ولا فيك تشيل الفوشيا، فيك تحطي البلو، ليكي الجرين شو حلو عليك هيدا كمان. الجرين هيدا الجرين كثير حلو، بس رح اقول لك شغله. يعني انا بدي كب كل الاغراض اللي بالخزان. لا 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 بنجرب لقلك. يلا ما تكبوا شيء غير لون الشعر. لا رح اقول لكم هلا للمشاهدين حتى اللي عندهم غير الشريان ما تغيرين. رح اقول لكم شو هن نحن بنخلي كل شيء عندنا اياه بالخزانه بنحبه، بس بنصير نبينه بطريقه ثانيه. يعني حسبي عندك شيء كثير ميل على بني، وانت البني مش انا من هيديك المره عارفه انت شو الالوان اللي بتلبق لك. فوالا لانه انا مش مشان شيء، لانه نحن شو بناخذ بس ما توري. خلينا نشوف اول شيء الشريان شو بشوف على اخضر عندها على لا هو على اخضر مش معقول. لا هلا خليني اقول لكم شغله، الشريين ممكن يكونوا ميلين. انا عندي شريان اخضر وشريان ازرق. شو معناتها؟ معناتها نحن انا بالباليت بالنص، يعني عندي قد ما عندي ازرق عندي اصفر، وهولي كمان دي باليت عنا اياهم بين لونين، عنا كثير بين لونين. لا اكيد هيدا اي ولا لا او انا لانه بحب كثير هالالوان عم شوف. انا رح اقول لك انت على المخرج هيدول انا هيدول اي المخرج هيك عم بيشوف. عم بيشوف عم بيشوف على مضويين اكثر البني بيلبق لها البني. ليش؟ هي عندها رح اقول لك هي رح تطلع بين دو باليت، بس هي لانه عندها كونتراست اكبر بين لون بشرتها ولون شعراتها. كثير مهم انه اذا كان كونتراست كبير ضروري نستعمل كونتراست كبير، واذا كان واو ليك شو حلوين عن جد حلوين. وانا برايي وقت واحد بصير يعرف شو الالوان اللي بتلبق له بتصيري بتبشي عليهم وبتصيري تعرفي كيف تستعمليهم. رجع على محلي. انت بين انا برايي انت بين الاثنين وبعتقد الوانك قريبه على الوان اليسا اللي معنا اليوم. انا شطلعت ما فهمت وورد
warm. بس كمان برجع بحب اقول انه ليلي يعني هو اضبط بيكون واحد اذا بيشيل الميك اب وبيخبي الشعر، ويكون نحن وقت بنعمل الكلر اناليسيز يا ما بدنا نستعمل فول سبيكتروم لايت يلي هو الضوء اللي بيعطينا اللون المضبوط، كانه قاعدين الساعه 12 الظهر بالشمس، هيدا بتكون فيها كل الالوان، يعني القوس قزح بيكون فيه السبع الوان موجودين على الساعه 12 الظهر، نحن بنحط اللمبات اللي هن بيعطونا كل الالوان، مشان هيك ما اذا حطينا فلوريسون فيه بلو اكثر بنصير نفتكر انه نحن ميلين على، مشان هيك مثلا هلا باستوديو عم نحس انه الازرق طاغي، لازم نشوف كمان اللي بس جانين قلت انه لازم يكون بلا ميك اب، بس كمان بالمكياج فينا نغمق التان مثله مثل الشعر، بنقدر نغير بالتان نفتح نغمق. انا دائما وقت بنسال هالسؤال بقول لهم اذا عندك لون عم بتحطي شيء لون ثاني فوقه فيك بيأثر، بس كيف واحد طارش تنقول حيط احمر وجيت حطيت ابيض فوقه بضل فيها الترانسبرانس اللي بتكون اللي مبينه، ما بتعطي رونق للوجه، وهي اللي حلو اذا بنقدر بعد نشوف شغله على اليسا اذا زيت اللون الاحمر انه نحن اللي بنحط بالاحمر مثلا، اذا بنشوف اليسا بهيدا اللون نشوف قد ما بيلبق لها رح حطوا هيدا المين، يعني أوكي. مع انه نحن اكتريتنا بنحب هيدا اللون مزبوط، وعلى اللون الغامق على لون الشعر الغامق كمان الاحمر تبع وجهه شو بيعطيها رونق، هون بتبين صفرة اكثر، ما بعرف اذا على الكاميرا مبينه واضحه، هون بتبين ولا اذا حطينا اذا خبينا وجهه اعطيها دفى لوجهها اكثر، اعطى دفى للشفاف عاده، اللون الاحمر اللي بنشوفه بالشفاف، اللون الاحمر اللي بنشوفه وقت الدم وقت هيك بنكبس على اصابعنا هيك ببين الاحمر، ببين احمر اذا احمر غامق احمر فاتح، وكمان اللي فينا نشوفه فيه هو وقت بنحمر when we blush، إذا في ناس بتحمر على أورانج يعني على أحمر أحمر، وفي ناس هيك بتصير زهر 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 على اللون الزهر، هني هول كتير مهمين كمان. حلو خلاص جنين، هول هني هول هني الأسود الألوان عرفناها والأسود والأبيض للكل أكيد. لا هيدا موضوع تاني، لكن بنرجع نستضيفك مرة جديدة ونحكي عن لون الأسود والأبيض. جنين ثانك يو كثير على النصائح، خلص حغير كل خزانتي واتبع هالألوان، بلكي هيك النفسية بتتغير كمان. حطيهم بس قريبين لوجهي، حطهم قريبين لوجهي بلا ميك اب بلا شيء، رح لا مع ميك اب أكيد، مع ميك اب بس ذا رايت ميك اب، هالنصائح كلهم حامشي عليهم اكيد. ناديه اهلا وسهلا فيك مره جديده وثانك يو لحضورك معنا. شكرا. رح نروح فاصل ومن بعد الفاصل حنطلع على الشيف وسام نشوف وين صار، وايضا خبير الاعشاب كلود سعد بضيافتنا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. روتانا تقدم حفلات فبراير الكويت 2015 في 19 من مارس، الفنان عمرو دياب، الفنانة نوال الكويتية، جنبي الليلة ترى كل الجروح صغار، الفنان مساعد البلوش، بالحيل مشتاق والشوق فيني يولع، والفنان عبد السلام محمد. ما شوف ما شوف دنيا صارت ظلمة ما شوف. في 20 من مارس فنان العرب محمد عبده. شبيها الريح على احساسك، الفنانة آمال ماهر، بك يا زين اشواقي
على مسرح صالة التزلج الكويت. أسبوع جديد من المنافسة بيبدأ هلأ بتوب 14. نتعرف على أجمل 40 أغنية عربية عم بيتنافسوا على المركز الأول. نفتتح التشارت هالأسبوع مع أغنية المركز الأربعين. الأغنية اللي احتلت المركز السابع لهالأسبوع. أما بالمركز الأول لهالأسبوع ما تنسوا تتابعونا لنرجع نتذكر سوا أجمل الأغاني اللي عم تتنافس على التوب 1. انطرونا. توب 40 ثلاثة الساعة 7 المساء على الـ LBC. بدنا نعمل شيادية على طريقة جوان. برغل الرز بعذب كتير يعني. هون الدسير كمان مألف من كاكاو بسكويت. في ظروف اللي عم يعملوا دايت نخلي شوي للصوص الصيادية. أنا جبت الأكيديني لأنه منظرها كتير حلو. خليكن معنا لأنه في كتير 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 ناس بحبوا يتعلموا هالأكل. هيدا عنده أشياء كمان غريبة الشكل مثل ما بقولوا. يجي لعنا لهوني أنا ناطرتكم. باي. عنار لطيفة يومياً الساعة 1:30 الظهر على LBC. مدام حديثك ثلاثة قالت له ينسون ثلاثة ينسون قالت له ينسون يتذكرون أي حاجة. المهم جيب لي اللي أنا طلبته. إحنا نمبر وان فيها. أنا هند محمد من مصر. مش تمشي بقى يا عباس. أنا اتضايقت يا جماعة. أي حقك. سيبوني بقى خلاص كفاية. إيه ده؟ ما تعيطيش. ونكتب يوم ياما عيطنا وياما تعبنا. لا وممكن تردي ولا يهمك. نجمة العرب ذا ستار ليلى الساعة 7 المساء على الـ LBC. مراتي رسم. لا برا برا. فرح ليلى يوميا الساعة 9 المساء على LBC. لبنة وشوية مي بتصير مايونيز. نحن موجودين عند الشيف وسام حتشيت اللي عم يشرح لنا كيف استبدل المايونيز بلبنة وشوية مي وبتعطي نفس الطعمة. تقريبا نفس اللون نفس اللون. يعني اوكي شوي بس نفس طعمة المايونيز. ما في شيء بيغني على المايونيز ابدا. بس طب ليه ما بنستعمل مايونيز لايت؟ في كثير عالم بتهرب حتى من المايونيز اللايت لانه كمان بيكون في بقلبه زيت وبيض.
حبلش بالصوص. اوكي رح نبلش احنا بالسلاد هلا. نعم. بعد ما خلصنا الابيتايزرز. نعم. بنبلش باللبنه اللي قلت عنها. شويه معتاد. سوري. اوكي متاد. يعني بنبلش بالسلاد دغري بالصوص. اي اكيد. اوكي هلا فينا تكون الصوص جاهز قبل بوقت، بس تعملها انا قدام بكون لبنه معتاد، حزيد شويه بارميزان لانه فيها دجاج، حزيد لها كمان توم مدوق. توم زايد لهم شيء هون كمان، ملح زيت حامض. اذا بدي خليهم فتره طويله عندي كرمال ما ينتزعوا بزيد لهم شويه زيت. اوكي وانا عم دقهم بحط لهم شويه ملح كمان بقلبهم. هون عزيد شويه حامض، ملح وبهار. ملح وبهار، لبنه. نعم. ومعتاد وثوم و عصير حامض. عصير حامض. عصير حامض. هلا حطينا الملح، رح نزيد شويه مي. هون المي بدك تعتبريه محل الزيت. اوكي كرمال هيك استعملت اللبنه. المايونيز حتى لو كان لايت معقول يكون فيه زيت. اوكي بس هذا الصوص حنتركه على جنب او حنزيده مع السلاد؟ لا دغري رح اعمل الميكس، دغري رح اعمل الميكس تبع السلاد تبعي هلا. بدي اعرف هلا بنهايه الحلقه هاللبنه شو اضافت. الصوص تطلع متماسكه معنا، عرفتي؟ بدك تحطي لها شويه لبنه كمان، اذا بتستعملي معتاد بدك تحطي له شيء تيكمش، او بدك تستعملي الزيت او بدك تستعملي شيء كمش والمايونيز. انا محل المايونيز استعملت اللبنه. اوكي هون الصوص صار جاهز تقريبا. حزيد الخس، شوية خس روكا، خس مشكل، روكا حمراء، روكا البلدية شوي. بس الصوص بيقدر يمشي على يفوت على كل السلاد وهو تحت؟ ايه هلا انا بيعمل له الميكس تبعوله بس. أوكي. خليش برجع بسكبه وبزين الوجه تبعوله. هون شوية خيار. في عندي كثير فليفلة حمراء، فليفلة صفراء، حزيد. أوكي. كمان على السلاد شيء جديد. أنا أول مرة بستعملها بالسلطة تبعي، الفاصوليا الحمراء. كمان حنحط باستا؟ نعم، فاصوليا إذا بدك، يعني هون بننقل الأشياء اللي بدنا نستعملها بالسلطة على حسب الذوق. نعم. شوية بالميتو كمان منيح. بالميتو مقطع. بدنا نستعمل باستا شوي. خففنا كترون حطهم كلهم لحط الباستا. كمان عندنا الكورن الصغيره، الحبه الصغيره حاطها شوي. حستعمل طماط فريز مش مقطع. اوكي يعني سلاد فيها خضره كثير ومنوعين، كلهم فيهم فوائد كثير وفيها الوان حلوه كمان. أصلاً صار أكترية الأطباق معتمدة على الألوان، والألوان هي اللي فيها إفادة أكيد كثير عالية. رح نرجع نزيد الدجاج المشوي فوقهم. نعم هلا بقلبها شوي بالكفوف بإيدي بطريقة ما أكون عم كبسها كلها. نعم قلبها تقليب. شفت الصوص شو حلو؟ أوكي هلا حاسكبها وارجع كف الصحن وزينه على الاخر. هذا جات السكب عندي هون. اوكي هو الباستا زياده طبعا. اذا بقس شوية صوص لانه بتحب الباستا زبني هون. ايه اوكي اذا بدك اكيد ما بدكم اكيد. لا سوري نرجع نحط الجريل تشيكن فوق. جريل تشيكن سخنين دغري على الوجه مقطعين. بعد عنا شوية تزيين الصحن من فوق. بعد ما نزين السلات شو رح نعمل؟ حامل تشيكن مشوي كمان مع خضرة مشوية وعجينة على جنب كمان محشية دجاج. عجينة كمان محشية دجاج؟ نعم. كيف نعملها لهاي؟ عند البات فيتي أنا عاملها. شغلة كتير طويل بتاخد يعني بدها وقت كثير تحضريها. بس محضره انت؟ ايه اكيد محضره قبل. بس بدنا نحط الدجاج فيها. محضره وخبزها كمان. هذا الكروتون مع اوريجانو. هلا استعمل في النكست اخلص الصحن على الاخر.
اوكي. إذا بدك بتزيدي فلايف الحمراء، بدي زيد الليتشي. الليتشي كنا عم نحكي عنه تحت الهواء، هو الأهم شيء. هذا اللي بحب الأكل شوي حلو وشوي مالح حبي. لا بالفعل سلطة كتير مميزة. هلا إذا من هالسلطة لون أحمر شوي من فوق، هيدي السلطة تبعنا وصارت جاهزة. أوكي هيدي السلطة صارت جاهزة، إذا بدك بنحطها حد الأبتايزرز. رح شوف شوي كيف رح تبلش تحضر للطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي حأستعمل له هيدا الصحن، في عندي الدجاج والخضرة بالفرن، حسخنهم. اسكيمون كمان كمان هعمل سايد سلاد صغيره. نعم بعدين بعد سلاد. اوكي اذا بدك ما حنعمل سلاد، بنعمل العجينه اللي قلت لك عنها ميل فاي محشيه كمان دجاج، وانا عامل لها صوص لقطين مع بطاطا طحنهم مع بعضهم، يعني مثل بيوري لقطين وبطاطا مع بصل مقلي. نعم. مع خضره مشويه والعجينه حاعمل صوص موتار تاخذ كمان البرزنتيشن تاخذ لون غير الالوان اللي فيها، لون العجينه ولون الدجاج والبصل المشوي وهيك تاخذ لون اصفر. حاعمل لها صوص موتارد اوكي خفيفه وزيني فيها اخر شيء الصحن تبعها. اوكي شاف، نحن بانتظار هالطبق الواضح انه حيكون كثير طيب. حاتركك هلا شوي لتقدر تحضر للطبق الرئيسي. رح انتقل عند خبير الطاقه والاعشاب لوت سعد. اهلا وسهلا فيك. شو هالطلة هيدي؟ شو اخبارك؟ مزين الشيشي، عن جد مزين الشيشي. ميرسي. شو هاللوك الحلو، يعني بالفعل لوك كثير حلو. ميرسي. اصلا استديو يعني بتفوتي عليه بتفكري حالك، يعني اول ما بتفوتي كل كورنر بيعطيكي بلد. نعم. يعني هون حسيت حالي انا بايطاليا، فينيس بالفعل، يعني بتحسي حالك هون مثلا بكان، بتحسي هون ببيروت، مزبوط ببيروت، يعني كل كورنر عيدتي بلد، بس كمان على شيء كثير حلو كثير رائع. عن جد الف مبروك لكم يعني. ميرسي، اهلا وسهلا فيك. اصلا احنا اشتقنا لك، ومن ايام اسواق بيروت ما بقى شفناك. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو لالي. كلود، واليوم رح من مكونات البيت رح تحضر لنا كم شغله للقشره وايضا لتفتيح لون بشره الوجه. شو بنبلش تفتيح لون بشره الوجه؟ طبعا رح نبلش. أوكي. عم تشوفي الفجل هون، حتى نقدر نعمل الخلطه نحن نقدر نفتح البشره فيها، عم نشوف عم نبرم وين في اكثر شيء يكون عندنا معدن باي شيء من يعني مثل الخضار. فلقينا الفجل هو عنده معدن وعنده فيتامينز بالوقت ذاته، عنده شيء بيشتغل على الميلانين ليقدر يفتح لنا ويشلنا هيدي هالطبقه السوداء كليتها، لانه هو بالوقت ذاته كمان بيعطي مثل سكراب على البشره. طبعا انا طحنته هون عم تشوفوه، ورح ناخذه هو هو والمي تبعه. رح نطحنه هو كل شيء، يعني هو الحمار ما لازم نقشره ابدا، لازم الحمار. رح ناخذ ملعقتين منه. نعم. بنطحنه كثير منيح. رح ناخذ ملعقه من اللبن، اللبن دائما نحن بنقول يعني الزبادي بنقول عليه انه لازم يكون كامل الدسم، رح ناخذ كمان ملعقتين منه. وكمان في الفيتامين سي عالي جدا فيه، بالوقت ذاته كمان بيشتغل على الطبقات الداخليه بقلب البشره، لنقدر نحن دائما نحن بنقول ناتشورلي كلود هي شغلتها، شغلتها هو منجدد بشره، بنخلق بشره جديده لتطلع عنا بشره حلوه، بس مثل بشرتك ما عم نلاقي بعد، يعني عم نحاول نطور حالنا لنقدر نوصل تقريبا على شوي على بشرتك. فرح نخلطهم مع بعضهم اللبن والفجل، وهون كمان رح اخذ زيت الزيتون، بس بدي اخذ ملعقه صغيره من زيت الزيتون، يعني ربع الملعقه. نعم. يعني 15 نقطة إذا بدك فينا نقول، ليش؟ لتقدر تطر شوي البشرة، لأنه أنت بتعرفي أوقات البشرة بتكون ناشفة بالأخص بهذا الفصل لأنه هو كله الشتي. حتى بالخليج كمان اليوم الطقس كمان متعب، الرمل عم بيفوت عم يأذي، عم بيصير في عواصف كثير، فالبشرة كمان هي بالوقت ذاتها ما عم تضل سوفت، عم كمان الرمل كثير عم يعمل لها مثل سكراب، وعم بيصير في عيها عندها نقاط بقلب الجلد عم تتفكك كلياته. فنحن هون عم نحاول نحن وياكي نقدر نعطيهم خلطه طبيعيه لتفتح. انا هون رحت على الاورنج جوس، رح اخذ كمان الاورنج جوس، رح اخذ كمان الفيتامين سي كمان غني جدا فيه. فين ياخذوا الليمون كمان، يعني ما في مشكل، بس أوكي. انا عم شوي نوع على الاورنج لانه هلا كلياته العالم
بتشرب كثير اورنج وبتاكل كثير اورنج لانه بتعرفي موسم غريب كثير، فنحن بدنا نحاول نقوي حالنا بالفيتامين سي، نغذي حالنا بالفيتامين سي لنقدر نحن نتنشط عليه وما يصير عندنا اي مشاكل. طبعا هذه الخلطه صارت جاهزه وهي هينه، الانجريدينتس اللي شفناهم موجودين بقلب اي بيت، بقلب اي ثلاجه، باي خزانه بقلب المطبخ، فنحن هذه شغلتها كثير بسيطه وكثير هينه. كيف لازم نستعملها؟ طبعا لازم نحطها على كل الوجه والرقبه لانه ليه بدنا نوحد لون البشره كلياتها اللي هن بشرتهم سمراء. في كثير عالم بتحب تنضر البشره، اللي عنده كلف انا بقول هيدي ما كثير للكلف، هي بس لشراقه البشره وتوحيد لون البشره. يعني حتى اللي بشرتها بيضاء بس ما عندها نضاره فيها تستعمل مضبوط 100% خلطه؟ ايه اكيد. ليه؟ لانه نحن بنجدد لها الخليه، وقت بنجدد الخليه ان نحن خلقنا بشره جديده مثل البيبي، يعني وقت بترجع بشرتها مثل البيبي، وهذا اهم شيء. ودائما خلطاتي هون بدي ركز بهذا الكلام انه ناتشورلي كلود دائما بتقول انه هي طبيعيه وبتشتغل للبشره المراه العربيه، يعني هالانجريدينتس اللي عم بشوفوه هون هو مشغول كثير على البشره العربيه لعطتنا هذه النتائج المذهله والنتائج كثير حلوه، لانه انت بتعرفي في خلطات كثير ما معموله للبشره العربيه، حتى الشركات العالميه كلها ما اشتغلت على البشره العربيه، ناتشورلي كلود الهاجس الاساسي كان لانه هي بتعرفي خلت مهيدي الطبيعه، الافكار تبعتها مهيدي الطبيعه، مشان هيك بتشتغل مهيدي الطبيعه للبشره اللي هي انجبلت مهيدي يعني الطبيعه. يعني جربت تجمع بهالمكونات اشياء خاصه للمراه العربيه ولنوعيه بشرتها، كم مره فينا نستعملها بالاسبوع؟ هذا لازم نحن نبلش فيه تقريبا سبع ايام بالاسبوع، كل يوم بين كل يوم بين 15 دقيقة لل 17 دقيقة. نعم. مرة واحدة فينا قبل ما ننام، فينا الصبح، حسب ما نحن نكون مرتاحين. طبعا بدنا نغسل الوجه تبعنا قبل أي شيء بمي فاترة. نعم. بعدين نرجع قد ما فينا نحن المي المسقعة آخر شيء ديفين لي، لازم نسكر مسام ونشد. أوكي. يعني بس دائما بعد ما نغسل هالخلطة اللي عرفنا عليها فينا نعملها كل يوم بالأسبوع، وأيضا لمدة 15-17 دقيقة، مي فاترة من بعدها مي مسقعة، ونستعمل شي كريم من بعدها. لا ما رح تستعمل كريم لأنه أنا حطيت لها المرطب تبعها هو زيت الزيتون، هو رح يرطب البشرة، بس اللي بدنا نستعملها بعدين بعد هالسبعة أيام لازم نستعملها. فيها تحط مكياج من بعد؟ إيه كل شيء عادي، كل شيء عادي، هي رح تشوف النضارة تبعيتها، بس ولكن لازم تكفي هي. بس قد النتيجة بعد قد إيه تقريبا فينا؟ بعد ثالث يوم هي رح تلاقي النتيجة. حلو. حتى في أشخاص من أول يوم حست بريحة بشرة. نعم. بعدين نعم. بتبلش معها ثالث يوم رح تشوف نضارة كثير حلوة، سبعة أيام رح تشوف جمال. وأي متى بتوقف هالخلطة؟ بعد سبعة أيام بصير مرة واحدة بالأسبوع. أوكي. لمدة شهر وخلص فيني بصير عندها البشرة، بتحب تجددها كل ست شهور ما في أي مشكل بتجددها، هيك بعطي نضارة. يعني أول سبعة أيام بيبقى ثلاث جماع من الشهر مرة. مزبوط 100%. لكن ننتقل للخلطة اللي رح تعملها للقشرة، وهيدا المشكلة بيعانوا منها كثير من الناس، وخصوصا هلا بهذا الموسم. انت هذا الموسم واسبابها كثيرة كمان. كثيرة طبعا. اول شيء نحن بنشتغل على الفطريات، كيف لازم نقتل الفطريات بقلب الشعرة، وهون بدي كمان اعطي شوية نصائح. دائما بقول انا الشامبو اللي لازم نستعمله ما لازم يكون تو ان وان، يعني دخل له اي كريم اي اويل، لازم يكون سوفت، يعني لازم اي شامبو نجيبه لازم يكون مثل هيدا سوفت مبين منه دخل له اي شيء معادن، يعني مش زيت، بده يكون شامبو طبيعي 100%، لانه نحن لازم نفرق بين اللونجور تبع الشعر يعني لا. كشعره، ولازم بين الرسين، لانه هول الاثنين سوا نحن هن ديفرنت، لانه نحن عندنا الشعره هي جزء ميت وعندنا فروه الراس هي جزء عايش. أوكي. فما فينا نستعمل فرد شامبو للحي او للميت مع بعض. بس هالخلطه على فروه الراس، هيدي خصيصا لفروه الراس لتقدر تشلي كل الفطريات لا. من الشامبوينات والكريمات اللي عم نحطهم على قلب فروه الراس، اللي هي عم تسكر لي مسامات، ما عم تخلي هالاكسجين يفوت ويطلع دايما، وعم تعمل لي هيدي هالمشاكل كلها بقلب الفروه تبعيتي. اوكي خلينا نبلش كلود قبل ما يدهمنا الوقت. يلا هيدي اكيد نحن بنسميها البهار، البهار الحلو، بدنا ناخذ ملقعه من البهار الحلو. البهار انت بتعرفي مغذي مقوي منشط وقوي جدا وبيعطي قوي للبشرة، بلقى الزيت وبيشل كثير من الفطريات. نعم. وكمان هو بيرجع بغذي لي البشرة تبعيتي لينشط لي كل دائرة الدموية اللي أنا عندي إياها. رح ناخذ ملعقة من الحليب الباودر كامل الدسم، فينا ناخذه نحن إذا حدا حب، فينا ناخذه يعني زيروفات. لا مش زيروفات، أنا قصدي فينا ناخذه يعني ليكويد، يعني ما ضروري يكون. أوكي. لأنه كمان باودر. ذكرت إنه اللبن لازم يكون كامل الدسم. مزبوط مزبوط. يعني هون رح ناخذ هون
بيضة رح يتفاجئوا بيض وعلى الشعر وعلى فروة الراس، ايه بس هي رح ما كانوا بيقولوا لي كلود زيدها شوي، لا بس البهار هو رح يقتل الريحة نهائيا، ما رح يكون عندك أي ريحة. بالنهاية نحن عم نعمل شيء علاجي، ما عم نعمل شيء نحن هيك يعني فانتزي يعني، لا عم نشتغل لنقدر نقضي على هالفطريات بقلب الفروة الراس بالوقت زيته، نشيل القشرة، نرجع نخلي هالمسام تتفتح تبع بصلة الشعر ليصير عندنا شعر طويل، شعر حلو وما يكون عنده أي مشاكل. يعني مش بس للقشرة كمان، هون بيطول الشعر، بخلي يمكن فروة الراس تتنفس أكيد وبالتالي بيطول الشعر بيطول. وهلا بدي غذيه كمان للشعر بشغلة وحدة أو لفروة الراس بدي غذيها بال يعني هون بدي آخذ ملعقة من أو خلينا ملعقتين كرمالك نتكرم مثلا ناخذها من الكوكونات يعني الأويل كوكونات، ناخذ ملعقتين دائما لأن الكوكونات بيساعدني مشان فروة الراس، وأنت بتعرفي المرأة العربية هي يعني عاشقة للزيوت، بحب الزيوت على شعرها، فخلينا نغني هذا ويصير في غني. لا عم بضحك لأنه من جوا عم بيقولوا لي إنه إذا بدك أجرب لك. إيه أكيد يلا هم دي أعطونا كرسي بليز. قلت لي ما بيطلع في ريحة لأنه البهار بيقتل ريحة. بيقتل ريحة ليكي. عن جد شمي. عن جد ما في ريحة. يمكن. لا لا عمل لك عن جد ما في أبدا ريحة. أوكي. وهلا بدنا نحط يعني فينا نحط الليمون وفينا نحط الاورنج جوس، بس انا اليوم عم بحكي عن الاورنج جوس لانه هلا اكثر شيء فيتامين سي. فيتامين سي رح ناخذ 3 ملاقيه، وكمان بيقتل الفطريات، بيساعدني على قطر يعني قتل الفطريات، وهيك بتكون هيدي الخلطه هي مناسبه جدا لاي شعر كان شعر المزيد او الشعر الخشن، يعني الفطريات بتجي نحن بنعرف على كل انواع البشره، ما ضروري يكون نحن شعرنا مزيد ليكون عندنا القشره، لانه القشره بتعرفي بتتكون من وراء عدم ثقافتنا للزيوت اللي عم نستعملها، عدم ثقافتنا لاي شامبو، فنحن لازم دائما نسال الكوافير تبعنا حكيم الجلدي، نستشير دائما شو لازم نحن شامبو للفروه الراس، اهم شيء ما يتاجروا علينا ناتشورال كلود. وبتعرفي ببيروت يعني عم تعطينا كل هالحيز من هذا الوقت، او نستعمل شامبو كلود ساعد، او كمان شامبو كلود كمان كثير منيح شامبو كلود ساعد، وكمان بيعطي تغذية بيعطي قوة، كمان بيقتل الفطريات لأنه معمول هو من بذر العنب، وهيدي بذر العنب نحن بنعرف كلياتنا هو حكينا عنه كثير بأسواق بيروت مضبوط، لأنه هو بيشتغل يعني بيشتغل على ضد الأكسدة، وهلا نحن موسم الدرخ تبع العنب لازم نشقه هلا بهذا الوقت ونشيل المي منه، هيدي المي كمان فينا ننقع شعرنا فيه، بيغذينا إياه بيقوي لنا إياه وبيطول لنا إياه. أوكي كلود، كمان قبل ما يدهمنا الوقت بس ما نعرف كم مرة أسبوعيا لازم نستعمل هالخلطة هيدا قبل أي بعد قدام نوقف وايمتى النتيجه بتبين؟ مزبوط، هيدي لازم نحن قبل اي حمام نعمله، هلا في اشخاص بيقولوا لي نحن نتحمم مره بالاسبوع، بيعملوه مره، في ناس ثلاث مرات بيعملوه ثلاث مرات، ليش؟ لانه انت حسب الفطريات كل يوم فيهم كل يوم فيهم يعملوه بس مده اسبوع بس اذا كلهم يعني انا عم بقول لازم نعمله سبع مرات قد ايه المده؟ لازم نخليه نص ساعة على فروة الراس، لازم نفركها بفروة الراس، نفركها نص ساعة ليتغلغل مزبوط ليقتل هيدي الفطريات، لأنه هيدي الفطريات ما بتموت دغري، هيدي صحيح نحن بنشيلها بنفتكر إنه ما عاد حكنا راسنا، ما عنا فطريات، بس بترجع بتعيش وبتنمى، نحن لازم نعملها سري 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 لنقضي عليها نهائياً، مشان هيك لازم نشتغل عليها، والفطريات هي عاشقة الرطوبة وعاشقة الماء، مشان هيك نحن دائماً بدنا نحافظ على هذا الموضوع، فبدنا نقتل الفطريات دغري. كريم اكيد من بعد كريم كل شيء كريم بدنا نحطه على اللونجور، بس معليه خليني افتح شعري. دائما نحن الكريم لازم نستعمله من هون لهون، هيدي المنطقه ممنوع يقرب عليها الكريم، مش هيك عم بقول الشامبو لازم نفرقوا بين الرسين اللي حي والشعر اللي ميته، لانه اثنيناتهم هن ضد بعضهم وهن مش مع بعضهم ابدا. شكرا كثير سعد، حضورك دائما خفيف وموضوع ما تتاخر علينا، لا اكيد مش ست اشهر وترجع بعد، اكيد اكيد زعل راجع. شكرا لك واكيد بنشوفك عن قريب، فاصل ومن بعده بنتابع. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. روتانا تقدم حفلات فبراير الكويت 2015.
في 26 من مارس الفنان رابح صقر. وتصدق اني نسيت من شوقي اني نسيتك. الفنانة نجوى كرم. عالصخرة بنيت لك بيتك عالرمل بنيت لي بيت. والفنان ابراهيم الحكمي. من عرفته وهو لحاله ماشي في السكة وحيد. والفنان اسماعيل مبارك. كتير مالا. في 27 من مارس الفنان ماجد المهندس. امشي خلاص قلبي خلاص غالي كنت حبك رخص خلاص خلاص. الفنانة إليسا. كل غالي يهون يا حبيبي فداك ويهمني ايه غير اني معاك. والفنان مطرف المطرف. لبيه يا فؤادي. والفنان أيمن الأعسر. شفتك تفاجأت وشرك كل شيء توقعت لأن على مسرح صالة التزلج الكويت. أبو وديع كتير اشتقنا. انت فاكر اني حضيع مش حعيش ولا يوم من بعد. أجمل ما غنى السلطان. قريبا في الأسواق. أنا أليس عمري 26 سنة. نادين وينك؟ أخت المجنونة نادين عمرها 23 سنة. وفافي أخت الغنوجة عمرها 22 سنة. هلا شو حنسوي؟ كيك كيك كيك. هاي حياتك. انا مأكدة مع بارك نادين هذا اللي عم تحكي معه. فرح خبريني شو فيش. اوكي مبروك. يعني في شو The Sisters اخوات خوات قريبا على الـ LBC. عروض أزياء مودلز وإكسكلوسيف باس لكواليس الفاشن ويك. كل هالمواضيع بتوصل لعندكم يومياً بكاتوك. آخر وأهم التصاميم من عواصم الموضة بنقدم لكم إياها وأكيد مباشرة من الرانوي. كاتوك مشوار يومي لعالم الأزياء الجلامر والفاشن. So get ready for the ride. كاتوك يوميا الساعة 6 المساء على LBC. بعد النجاح اللي حققناه بالموسم السابق بوب أب بيرجع بموسمه الجديد. أغطية شاملة للمهرجانات العالمية. مقابلات حصرية وأهم الأحداث على الساحة الفنية. تابعوا كل أخباري على برنامج بوب أب مع أنجيلا على قنوات روتانا وائل جسار نصين زيتون. تابعوني على بوب أب. Hi, this is Gimanukyan. Hi, I'm Kelly Rutherford. This is Chris Tucker and you're watching Pop Up. This is Allo Black and you're watching Pop Up. This is Tromaï et vous êtes sur Pop Up. Salut, c'est Ben l'Oncle Soul. What's going on? This is Neo. Hello everyone, this is Ricky Martin and you're watching Pop Up. كارول سميحة عم تحضروني بي بوب أب. غسان رحباني. جاد شوية. نايا. ميشيل أزي. والجزائرية. رامي عياش. Keep on popping up. بوب أب الأربعاء الساعة 7 المساء على LBC. متابعينا ببيروت وباليوم العالمي للعدالة نظمت الأسكوا ببيروت حفل غنائي أحيته صفية النوايا الحسنة لدى الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الفنانة كارول سميحة. ومعنا رانيا جزائري مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية بالأسكوا تخبرنا أكثر عن هالحفل. أهلا وسهلا فيك رانيا. Thank you. شكرا لحضورك معنا رانيا. قبل ما نغوص بتفاصيل لقائنا والمشاريع كمان القادمة والنشاطات، كاميرا ببيروت كانت حاضرة بالحفل ونقلت لنا الأجواء. خلينا نشوف نحن وياكم بهالتقرير.
عندي حلم كل عمري اني كون دائما متطوعه وأقدر أخدم الناس وأخدم المجتمع اللي أنا عايشة فيه. هذا الشيء هالحلم ابتدى من زمان، كان عمري 15 سنة لما كنت متطوعة بالصليب الأحمر اللبناني، وهيان اليوم أنا وفيت وعدي وسفيرة للنوايا الحسنة وعم بشتغل على الأرض جديا، يعني مش بس مجرد زبد ديكتيتر عم حملته. لما صارت النهضة الأوروبية، مين قام بالثورات؟ اللي قاموا بالثورات هن المثقفين، الإعلاميين، الصحفيين، الشعراء، الكتاب. يا ريت الفن بهذه الأيام عنده هذا الدور. وجوههم مش عم بتروح من قبالي، عينيهم اللي صارت مطفية، صواتهم اللي عم تنده للعدالة، إيديهم الممدودة للحرية. يا رب اللي ساكن فوق العالي، طلع صوبهم بحت وشوف شوي. وجوههم مش عم بتروح من قبالي، عيني هون اللي صارت مطفية. قلت بكلمتي انه سبب الارهاب هو انه ما في عدالة اجتماعية، والفقر والقهر اللي عم بيعيشوه بعض الفئات بالمجتمعات عم بتولد منه الناس فيهم شر من جوا، عم بيخلي يصير في ارهاب. تحية للفنانة كارول سماحة. رانيا، أكيد نحكي شوي عن الحدث وكيف تختصري كمان دور الفنانة كارول بهالحفل اللي نظمتوه تحديدا. الحفل كان كتير له صدى إيجابي، بس خليني أخبرك شوي نبذة عن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. طبعا هو يوم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007، والتركيز هو على مكافحة الفقر والتهميش مثل ما هلأ شفنا بالربورتاج، والتأكيد على أنه كل شخص لازم يكون عنده عمل لائق. يعني بالنهاية التركيز الهدف الأسمى إذا بدك هو الكرامة الإنسانية. هالسنة ارتقينا أنه يكون الحدث أو الاحتفال بهذا اليوم العالمي بالأسكوا عبر الفن والموسيقى ومن خلال الفنانة كارول سماحة. الرسالة طبعا وصلت بشكل مباشر من خلال الفن، وخاصة عبر يعني الأحداث اللي مرقت فيها المنطقة العربية، كان لابد التركيز على هذا الموضوع المهم بحدث هالقد كبير. نعم رانيا، يعني واضح من خلال التقرير أنه كانت الأجواء مميزة، هل قدرتوا توصلوا الرسالة مثل ما هي وكيف كان التفاعل من الناس؟ نعم، مثل ما قلت يعني عادة تعرف الأمم المتحدة دايما بيكون في لها بتركز أكثر على الدراسات وعلى المؤتمرات. هالمرة حبينا يعني عبر الفن والموسيقى نوصل الرسالة، وكان البروغرام في له ثلاث فقرات مختلفة. بالإضافة للفنانة كارول سماحة كمان كان عنا المخرجة زينة دكاش، حطينا عرضنا دوكيومنتير اللي عملته عن يوميات شهرزاد، وكان عنا فقرة كمان لندخل الشباب، ولأنه كمان هن من الفئات المهمشين إجمالا بالعالم العربي. الفن الجرافيتي أو كيف الإنسان فيه يعبر عن الأمور الاجتماعية عبر الفن مثل الجرافيتي. قديش التعبير من خلال الفن والثقافة عم بيقدر يوصل الرسالة بشكل صحيح وعم بتكون أقرب كمان للمعنيين أو للناس؟ هي أكيد أقرب للمشاهدين، يعني للناس الأشخاص العاديين. هلا بالنسبة لصانعي القرار والسياسيين، طبعا الأسكوا والأمم المتحدة لها عمل معين، إن كان الدراسات أو يعني الأشياء التقنية أو المشاريع اللي على الأرض، بس الفن أكيد له رسالة كثير مهمة. رانيا، يعني العدالة كلمة كثير كبيرة، قد ايه الأسكوا فيهم أو قادرين يوصلوا هالرسالة بظل التحديات اللي عم بيعيشها مجتمعنا؟ هلا التعريف اول شيء العدالة مثل ما قلتي يعني مفهوم كثير واسع، بس وكل شخص يمكن فيه يفهمه حسب ما هو بينظر يعني للموضوع. بس بالنسبة للأمم المتحدة في أربع ركائز كتير مهمة اللي نحنا بتهمنا. هي أول شيء المساواة، ما يكون في تمييز يعني للشخص من خلال لونه أو توجهه السياسي أو العرق، يعني أي نوع من التمييز.
غير المساواة الإنصاف، أنه يكون كل شخص له حق أو الأوبرتونيتي يوصل للموارد الاقتصادية. والركيزة الثالثة المهمة الحقوق، يعني إن كان حقوق الاجتماعية أو السياسية المدنية الاقتصادية يكون في حقوق، هيدي أكيد من واجب الدول تأمين الحد الأدنى لكل شخص. وآخر موضوع هو المشاركة، وهذا شيء يمكن هو من أهم التحديات اللي سألتينا عنها، إنه يكون في مشاركة، الإنسان يقدر يشارك بصناعة القرار، يعني يكون في له صوت إن كان بالسياسات الاجتماعية أو الاقتصادية يلي بتأثر عليه. قدي مهم بعد كل نشاط، بعد كل حدث كمان بتنظموه، يكون يمكن في ردة فعل مباشرة على الأرض، يعني الناس يمكن وصلت للفكرة، وصلت للرسالة، مش حفل حضرناه عابر حيكون مثله مثل غيره، مضينا وقت وما عملنا شيء محلنا. قدي عم تلمسوا هالتجاوب رانيا؟ صحيح، هو أهم شيء يعني بهيك نوع من الإيفنتس أنه ترفع الوعي، يعني قد ما بينحكى عن هذا الموضوع شو هن التحديات، قد في فقر، قد في بطالة بالدول العربية، يعني تقدر تضوي على التحديات اللي عم تمنع تحقيق العدالة الاجتماعية بدول هي يعني بمعظمها في عندها يعني غنى، منا دول فقيرة بحد ذاتها. طبعا في تفاوت، يعني إذا ناخذ الدول العربية في تفاوت بين مشرق مغرب وخليج، بس أكيد هذا الحدث كتير مهم للضوء على التحديات. نعم، رانيا الفنانة كارول سماحة غنت بالحفل أغنية الشرق العظيم. من خلال تجربتكم بالمجال الاجتماعي، قد ايه بتلاقوا هالأغنية بتعكس واقع معين بمجتمعاتنا العربية؟ صراحة نحن نقينا الشرق العظيم تحديدا لأنه رسالة تبعيته كتير مهمة، يعني هو أكثر شيء بيركز على كيف كان تاريخ الشرق وكيف وصلنا هلأ لهالأيام يلي هي أكثريتها فيها نزاعات مسلحة وحروب. والرسالة المهمة يعني اللي ركزنا عليها أنه ما فينا نحكي ولا تنمية اجتماعية واقتصادية ولا عدالة، ولا فينا نحكي حقوق إنسان لما في حرب وبيظل الحروب والنزاعات المسلحة. ونفس الشيء لما ما بتكون في عدالة اجتماعية هالشي بيولد نزاعات، يعني هي علاقة مستمرة بين الاثنين. بتصور وصلت يعني الكليب يلي عرضناه والبرفورمانس اللي كليب مؤثر جدا يعني. نعم. والناس كلها اسنت عليه. نحكي شوي عن عمل الاسكوا رانيا، وشو الخطط المستقبليه كمان اللي وضعينا امامكم؟ نعم. الاسكوا يعني بموضوع العداله الاجتماعيه تحديدا انشات اسم جديد السنه الماضيه اللي بيركز على هذا الموضوع، وبالدورة الوزارية 28 يلي هي بتجري مرة، يعني بتنعمل مرة كل سنتين، هالسنة بتونس بأيلول 2014، كمان كان التركيز على العدالة الاجتماعية. وبتصور الأسكوا نجحت أنه تطلع بيان تونس اللي هو رؤية مشتركة لكل الدول العربية، ببيان تونس صار في تحديد لشو هن الأولويات وكيف هالدول فيها تواجه هالتحديات. هذا أول نجاح يعني للأسكوا يعني السنة الماضية بالدورة 28. هلأ من خلال عملها كمان الأسكوا أكيد نحن التركيز على أربع مستويات. أول مستوى الدراسات أكيد بنركز أكثر على الأشياء التقنية، يعني مثلا كيف فينا نقيس العدالة الاجتماعية بظل غياب مثلا مؤشر معين إندكس. بنركز بالدراسات على التحديات، نقدر ندرسهم أكثر، نضوي عليهم بالدول العربية لأنه إحنا مسؤولين عن 17 دولة عضو بالأسكوا. نعم. غير الدراسات اللي هي كمان لها أكيد الهدف تبعيتها بالآخر توصيات لصانعي القرار، هو بناء القدرات على مستوى الوزارات المختصة، نشتغل عبر ورشات العمل لنبني قدرات إن كان الموظفين معينين بالوزارات اللي عم يوضعوا هو للسياسات، البرلمانيين دور المشرع كمان نركز عليه، ودور المجتمع المدني اللي هو له دور كتير مهم رقابي أكثر، بيراقب ومفروض يحاسب أكيد صانعي القرار. غير الدراسات والبناء القدرات عنا رفع الوعي مثل الإيفنت اللي شفناه، وفي أكثر استشارات تقنية يعني بتصير عبر الدول وموجهة للدول كمان عبر المختصين إن كان بالموضوع الشق الاجتماعي أو الاقتصادي.
كل حال بتمنكم توفيق رانيا بكل شيء بتقوموا فيه، لانه عن جد هيدي بتخدم كمان نحن، بتخدم مجتمعنا العربي. رح نحكي شوي عن المشاريع القادمه باخر محور واخر فقره، ورح نغير جو كمان، رح ندوق شيء كثير طيب، ورح تبقى بضيافتنا رانيا وبتنضم لنا ناديا لانه بعدها ناطره التيستينج باخر سيجمنت. فاصل علينا اخي اليوم بحلقتنا وبنرجع بنتابع، خليكم برفقتنا. اكتشف عالما جديدا من الترفيه التلفزيوني مع ماي اتش دي على عرب سات. ماي اتش دي تمنحك اكبر عدد من القنوات عاليه الوضوح في المنطقه. شاهد 46 قناه اتش دي مشموله مع جهاز الاستقبال لمده سنه فقط مع ماي اتش دي. احصل على عرض ماي اتش دي هيوماكس ووفر 50% بالاضافه الى 3 أشهر مجانيه من خدمه التلفزيون حسب الطلب من سيليفيجن. لا تفوت هذا العرض، اسرع الى المحلات التاليه اليوم. روتانا تقدم حفلات فبراير الكويت 2015 في 13 من مارس، الفنان عبد الله الرويشي. ليه مر الحلو يولع الشارع، ليه مر الحلو. الفنانة شبح السوق. والهانة والهان أنا يا ناس والهان. الفنان وليد الشام. هذا أحبك كل. والفنان جابر الكاسر. أحبك حب يا مجنون لكن ما أقدر أحكي. على مسرح صالة التزلج الكويت. أنا مزعج كويسي بس أنا مرتاحة كده، مش عايزة ده بيصورني. دي الصورة الوحيدة اللي عندي. مش معقولة، دي شبهي جدا. أنا أصلاً ما كنتش موافق ولا متأهل ولا بتاع، بعد كده أتأمن على بنتي. أنت اللي بتغيري يا كتكوتة. بغير من دي؟ أنسة ليلى ما هي تبقى مراتي رسمي. فرح ليلى يوميا الساعة 9 المساء على ال بي سي. الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية للنمو الطبيعي. سر الشباب الدايم أيها من الحامض أو الشاي والقهوة يلي بخفف من امتصاص الحديد بالجسم. البشرة المتألقة، الصحة والحيوية، اكتشفوه هون مع أفضل المتخصصين بالصحة والجمال. نسحب الدم أوكي من الشخص نفسه، وبعدين ندخله داخل مثل الماكينة، الماكينة تعمل سنتريفيجيشن. انطرونا الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة راح تهمكن أكيد. The Youth Clinic السبت الساعة 7 المساء على الـ LBC. فقرة لليوم ببرنامجنا شو شاف، يعني ما بقدر اقول لك عم رحنا فيها. هون لمتنة يعني هلا هيك اكل بيعملوا سلوليت ناطيا. هيك اكل ايه بيعملوا سلوليت. ايه بس كله جريل وما في شيء مقلي، وفي كثير خضرة. ايه لا ما بيأثر، ماشي الحال. مرتي جاي حنشوف صور بيفور افتر فيديوز عن السلوليت، لانه اللي ذكرتيه كثير مهم، هيك بتسهل شوي على الست انه ما بتخضع للماشين او للتقنيه الحديثه، بس عمليه تدليك كثير سهله صح بدون اي مضاعفات. تفضل شيف. شو بدنا نبلش؟ كثير قصص. عندنا الدجاج المشوي. اوكي. في كثير عالم ما بيستعملوا اللقطين، حبيت استعمل اللقطين مع البطاطا المشويه.
وعندنا العجينة الميلفوي كمان محشية بطاطا بيوري معلقتين بيوري مع بعضهم. عملنا العجينة وحشيناه هون جريل تشيكن والصوص موتارد على الوجه. مبدئيا الاكله صحيه كثير لانه كل شيء مشوي فيها. ايه البيوري شوي فيها نتفه زبده. ايه والعجينه الميلفاي كمان. الميلفاي فيها كثير زبده. يعني هيدا اخف شيء ممكن تعمله بالاطباق. ايه ماشي الحال. اوكي والسالد هون؟ السالد شفناه على الهواء. زدنا الباستا كرمال دوازيل. اوكي دوازيل كله على شرف. ايه وعندنا ستارترز اللي عملناهم اول شيء الابيتار الابيتايزر كلها فواكه تقريبا حتى السلاد فيها فواكه وفيها ليتشي وفيها تفاح وفيها اناناس وكله نكات خاصه فيك يعني بتصير تجرب تطلع النكهه طيبه مره هيك مره هيك بنطلع بنشوف الاشياء الحلوه بنخترع شيء براسنا بنعمل ميكس معين بيطلع اكله طيبه. اها وهيدي خاصه بعجينه الملفي شيء جديد كمان البيوريه مع بيوريه مع بطاطا بيوريه ولقطين بيوريه مع بعضهم لقطين وحاطط لها شويه بصل يعني قد ايه طاحن مضبوط لقطين. شاف وسام شكرا لك يعطيك الف عافيه وان شاء الله بنشوفك كمان عن قريب. رانيا كيفك مع الاكل؟ لا بجنن كثير شكله طيب. ايه تسيمز شيء كثير بشهو بشهو. نادية انت بتهتمي بالتفاصيل كمان سلوليت ولا انا شخصيا لا ابدا ولا شيء مش لانه اكسبيرت لا لا بقدر نتخلص انا عندي كثير سلوليت ما بهتم بالاكل ابدا لا. على كل حال بعطيكم كل التوفيق. ثانك يو رانيا لحضورك معنا. كل التوفيق لمشاريعكم القادمه. في شيء جديد هلا عم تحضروا له عن قريب؟ في كذا مشروع عم نركز هلا حاليا طبعا على موضوع اللاجئين بلبنان اللاجئين السوريين تمكين اكثر لما يكونوا عبء على المجتمعات المضيفه وغير الدراسات اللي عاده كمان نعملها بتقوموا فيها. رح نتابع كل النشاطات الخاصه فيكم. شكرا لك رانيا. ناديا كمان شكرا لحضورك معنا. ميرسي وان شاء الله بنشوفك عن قريب مثل ما ذكرنا نحكي اكثر عن هالمشكله. ونوصل لختام حلقتنا نيفين ويعطيك العافيه نيفين وصافي شوي بس ماشي الحال نسيت السخونه هون. يلا تفضل. يلا هون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. متشكر كل اللي تتبعونا وبكره ان شاء الله بنشوفكم بحلقه جديده.